من جديد. المهم كان مشكل ديال واحد المكالمة دخلت وهي اللي قطعت لي هذه الإمكانية ديال التواصل ديال من أجل باش نناقشوا المسألة ديال التظاهرات اللي كاينة والإمكانيات اللي كاينة عندنا من أجل باش نحتجوا على المخزن عن طريق هذه الحكومات الأوروبية من الدرجة الأولى، أنها خصها تضغط على هذا النظام اللي هو نظام لا نظام. مهم كان استسمح وكان طلب من الخوت انه يتفاهموا ان المساله ديال هذا التواصل هو شي شويه صعيب، فلهذا اي لحظه كانت يمكن تقطع هذه الامكانيه ديال التواصل عن طريق مكالمه عاديه كتقدر تقطع التواصل هذا، فلهذا كان استسمح. من نكررها اللي قلت هو اننا هذه واحد المده وحنايا كنشوفوا ان الامكانيات ديال التواصل مع بعضنا كيحاول بنادم يجتهد حسب الامكانيات كل واحد، هذه مده والواحد كيحاول يبذل واحد المجهود على اساس انه يتواصل مع باقي النشطاء والمواطنين بشكل عام من اجل تحسيس ديال المواطنين، وخاصه في الشتات معناها المهاجرين المهجرين اللي كاينين في اوروبا، خصهم يزيدوا يتنظموا يزيدوا يعملوا من اجل باش نحققوا الهدف ديالنا اللي هو اطلاق سراح المعتقلين. هو الخطوه الاولى، اول خطوه اللي خصنا ممكن نعملوها. فاتجاه هذا كاين الشعب الريفي راه مستمر في المعارك ديالو، سواء في الحسيمية كل ليلة كاين بعد التراويح كاين داك الخرجات ديال الشباب لجميع الشوارع ديال الحسيمة، رغم الاعتقالات رغم الاختطافات، رغم اليوم هذا الصباح اختطفوا الشباب من جديد ومازال غيختطفوا مادام المخزن عنده هذه السياسة ديال القمع وديال الترهيب ديال الناس يخضعوا له ولا ما كاينش الحياه. فلهذا الحياه بالنسبه لنا كما يقولوا الموت ولا المدله، حنايا ما باغيينش نعيشوا تحت حتى شي حد، باغيين نعيشوا براسنا عالي. فلهذا المخزن يستمر في الاعتقالات ديالو، حنا غنستمروا في الطرق ديالنا ديال الاحتجاجات بطرق سلميه بطرق مسؤوله بطرق اللي فيها عبر الشعب الريفي على النضج ديالو من اجل المواجهه هذا المشكل، من اجل الفضح ديال هذا النظام لا نظام، هذا النظام الخبيث، هذا النظام اللي هو اصبح هو الكانسر الحقيقي لهذا الشعب هذا والشعب في المغرب كامل. خص يعرف ان الشعب المغربي المشكل ماشي كاين غير في الريف، المشكل كاين في جميع المواقع ديال الشعوب في المغرب كامل، الشعب الاطلسي، الشعب السوسي، الشعب الصحراوي، الشعوب كامله هذا الكانسر هذا اللي عندهم هو المخزن، وهذا المخزن هذا ما يمكنش التعامل معه وما يمكنش التوقيف ديالو الا بالرد عليه بالاحتجاجات وبالتنظيم ديال الناس انهم يخرجوا للشارع. التنظيم معناه ني كنقولوا التنظيم ماشي من خلال التنظيمات اللي كاينه الحزبيه اللي هي المراحد عفناء ما قادر تقدم والو بقدر ما هو التنظيم ديال الجماهير من خلال الامكانيات ديالها. فلهذا ممكن ان نوقفوا هذا الخبث ديال هذا المرحاض المخزن، هذا النظام ديال المخزن اللي كيتحكم في العباد وفي الارض وفي السماء وفي البحر، معناه كاع الخيرات كينهبها وخصنا نبقاو طايعين لهم. فلهذا غادي نستمروا في التظاهرات ديالنا، غادي نجيو للتظاهرات اللي كاينه دابا حاليا. اليوم في الصباح كانت مهم واحد الاحتفال رائع، ماشي احتفال بالشكل ديالو الاحتفال بقدر ما انه لقاء ديال جميع الشرفاء ديال المهجر على اساس انهم يحتجوا في جنيف اللي هي العاصمه ديال حقوق الانسان على الصعيد الدولي، معناها الامم المتحده تما عندها الفرع ديالها الاساسي ديال حقوق الانسان. فلهذا المقر ديال حقوق الانسان كاين في جنيف، ومن خلاله دارت واحد المجموعه ديال الشباب واحد المجموعه ديال النشطاء شباب وغيرنا شباب انهم التحقوا بهذه المدينه على اساس يفضحوا هذا النظام هذا. بالاضافه كاين دابا حاليا في بروكسل كاين وقفه قدام وزاره الخارجيه، كاين وقفات من مناطق اخرى، كاين حاليا مسيره في بني عبد الله، كاين في تماسين. المهم كاع المواقع كتحرك ولحد الساعه زعما الناس كتستعد
دعمل خرجات وهذه الليله بحال باقي الليلات ديال الجمعه انه غادي يكون بامتياز. فلهذا حنايا داخل هذه المعركه هذه من موقعنا من مدريد كنحاولوا من خلال مجموعه ديال النشطاء، مجموعه ديال الشباب اللي عندهم غيره على هذا الوطن هذا، عازمين انه غيكون غدا مسيره، هذه المسيره هذه اللي غادي نحاولوا ننجحوها باي طريقه كانت. فلهذا كنتوجه للشباب اللي كاينين متواجدين دابا حاليا، الخوت اللي كيسمعوا هذا اللايف هذا وهما من منطقه ديال مدريد، يحاولوا يبارطاجيو هذا الشيء ديال هذا اللايف اللي كنعمل، على اساس ان غنهضروا على الطرق كيفاش نقدروا ننظموا راسنا لغدا. غدا ممكن انها تكون تظاهره بامتياز، ولكن كيبقى على عاتق كل مواطن هذه الارض، هذه الارض ديال الارض المقدسه ديال الاجداد اللي من خلالها احنا جينا، ومن خلالها حنايا عندنا دور، وخص يكون عندنا دور كبير من اجل باش هذه الارض هذه تبقى كرمز للحقوق ديال الانسان، الحقوق ديال العيش الانسان والعيش ديالو الكريم على ارضه. فلهذا اي مواطن من هذه البلاد هذه، وسواء من المغرب بشكل عام ولا من اي منطقه، هو كي مقتنع كيتضامن مع وضع المعركه ديال الريف، انه يحاول يعرف بالنهار ديال غدا. غدا مع 12 في مترو اتوتشا، غدا مع 12 في مترو اتوتشا اللي هو المترو اللي خصنا نتلاقاو فيه. مترو اتوتشا كاين في مدريد، مدريد في اتوتشا، مترو معروف. كل الشباب، كل الناس اللي كيسمعوا هذا اللايف هذا، يحاولوا يبلغوا غدا مع 12 د النهار في اتوتشا اللي غادي ننطلق المسيره ديالنا. غادي نبدا انطلاقا من 12 وغادي ندوزو على الشارع ديال اتوتشا الى حتى فين كاين الساحه ديال خاسينتو بينافينتي، خاسينتو بينافينتي، ومن تما غادي نهبطو الى بورتا ديل سول. معناه كاين واحد المسيره غدا مع 12 من اتوتشا الى حتى السول. غادي ندوزو على شارع اتوتشا، طلعوا حتى الخاسينتو بينافينتي، ومن خاسينتو بينافينتي غادي نهبطوا لبورتا ديال السول. فلهذا اي حد كيشوف هذا اللايف هذا يحاول يخبر الناس اللي كيتعامل معاهم. اللي غادي نحاولوا هو نعملوا التعبئه هذه الليله هذه. كنطلب من الخوت اللي كاينين، وكنناشد الشباب وغير الشباب انهم يلتحقوا بالاماكن ديال فين كاين التجمعات، القهاوي، المقاهي، فين كيجلسوا الناس ديالنا، المساجد في الباب ديالهم ماشي داخل المساجد، معناه في الزنقه وديك الشيء، يحاولوا يعملوا الدعايه، يعملوا يخبروا الناس ديالهم، نخبروا عن طريق يخلقوا نقاشات عن طريق الاماكن فين كاين متواجدين، وهذه النقاشات هي اللي غادي تدفع الناس من اجل باش يلتحقوا غدا في 12. هذه العمليه هذه كان ممكن نعملوها، ولكن كيبان لي بحكم اننا كل شيء عندنا وكنتحملوا المسؤوليه خصنا نقوموا بها. لا داعي انني نمشي انا ولا واحد المجموعه ديال الناس اللي متواجدين في هذا الحراك ومرتبطين بالحراك بشكل مباشر انهم يمشيوا ويعبئوا، لان التعبئه ماشي ضروري، ما كنختصرش علينا، كنختصر على جميع الشرفاء، جميع المواطنين، جميع الناس اللي عندهم غيره على بلادهم، سواء كانوا من الريف ولا غير من الريف. المهم هو اللي اساسي غدا التظاهر راه خصنا ننجحوها. ومن هنا كيبقى الناس اللي عندهم رغبه انه باش تنجح ويشوفوا راسهم انهم عندهم موقع، لان الموقع في مدريد هو موقع حساس، رغم الانتقادات، رغم الطرق اللي ما كتعجبش بعض الخطرات في العمل ديال المجموعات اللي كاينه اللي حد الساعه كاينه في اوروبا، ولكن كيبقى في نهايه المطاف خاص كل شيء يساهم، كل شيء يد في يد، من اجل خلق داك التضامن مع بعضنا. والقوه ديالنا ما غتجي الا من المساهمه والمشاركه الجميع، ما يمكنش تبقى على عاتق غير شي ناس، وشي ناس كيخص يتم استدعاء ديالهم التظاهره. التظاهره هي فعل ديال الجماهير بشكل ديالها العام، والنموذج عندكم في الارض، على ارض الواقع، في الارض ديال الريف اللي في الحسيمه ولا في بعض المدن في قريبه للحسيمه والقرى والمطاشر،
كلهم الشباب كيتحملوا المسؤولية، هما اللي كيأثروا العمل، لأن التأثير ديال العمل أصبح اليوم حاليا بيد الحراك، والحراك هما الجماهير، والجماهير ما كنملي عليها حتى شي جهة القرارات من شي أحزاب ولا جمعيات، بقدر ما هو عمل اللي هو كيعتمد على القناعات كل واحد فينا، وهذه القناعات هذه هي اللي كتحركنا، هذه القناعات هي اللي خص توجهنا، هذه القناعات هي اللي خص تأثرنا، ومن خلالها غنقدروا نعملوا يد في يد، ومن خلالها غنقدروا نخليوا ذاك الجانب الخلافات وديال الاختلافات، اختلافات من الدرجة الأولى، الاختلافات ماشي الخلافات، الاختلافات بيناتنا، ماشي هذا وقتها الوقت ديالنا من أجل نعطيوه من أجل التضامن، من أجل خلق اللحمة وخلق القوة، ونطلبوا بالإفراج على المعتقلين. هذا هو الشرط الأساسي حاليا، كيف ما كان الحال، أنه باش يمكن نتقدموا ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين اللي تم الاعتقال ديالهم والاختطاف ديالهم في هذه الأواخر، انطلاقا من التظاهرة اللي دارت في الحسيمة، أكبر تظاهرة في التاريخ ديال أعتقد ديال الريف بشكل خاص، وديال المغرب بكماله، أنها كانت تظاهرة ناجحة، وباش يقمعوها التظاهرة اللي كانت مليونية، هذه التظاهرة بغاو يقمعوها بهذه الطرق هذه، بهذه الأساليب ديال الترهيب وديال الاعتقالات، ديال التخويف، ديال الهجوم على المنازل، المداهمات، الاختطافات، حتى استعملوا الطرق اللي خطيرة اللي شبيهة بالأفلام ديال الرعب ديال اللي كنا كنشوفوها، كيستعملوها دابا حاليا من أجل باش يرعبوا الساكنة ديال الريف بشكل عام، وخاصة الحسيمة، يخطفوا الأبناء ديالهم ويدوهم للدار البيضاء من أجل باش يستنطقوهم، من أجل باش يرهبوا المجتمع الريفي بكماله والمجتمع المغربي بشكل عام، أنه كيرهبوه بهذه الطرق هذه باش الناس ما تتحركش في اتجاه أنها طلب الحقوق ديالها. فلهذا كنقولوا أنه لا، ما يمكنش، لا بديل عندنا من غير الوحدة ديالنا مع بعضنا، على أساس أننا نلتحق بالمواقع، كل واحد يعمل المجهود ديالو. وكان ناشد الخوت أنه حان الوقت باش يبين الواحد على المسؤولية ديالو، المسؤولية هي الجامع، العاتق الجامع، حتى شي واحد ما يبقى برا وما يبقى خارج هذه المعركة، هذه معركة مصيرية، معركة ديال إما نكون ولا ما نكونوش. إذا ما كناش في هذه اللحظة هذه، فحنايا كنحكموا راسنا بيدنا بلا ما يحكمنا المخزن، اذا ما ساهمنا شيء وما عملنا شيء يد في يد، لان المساله ديال المعتقلين هي مساله ديال الاعتقال ديال الشعب الريفي كامل، ماشي المساله ديال 10 ولا 15 ولا 30 ولا 100، بقدر ما هو الشعب الريفي كامل مهدد وكيقمعوه بهذه الطرق هذه، من اجل باش يقضيو على الطموحات ديالو، على الرغبه ديالو في الحياه الكريمه، في الحياه اللي فيها كتوفر شروط الحياه، ماشي الشكل اللي باغيينه هما. هذه 60 سنة ماشي شي حاجة جديدة، هذه 60 سنة، والمخزن كيعمل جميع الطرق ديالو من أجل، من واحد الجهة كيهمشنا، من الجهة أخرى كيحاول يهجرنا من بلادنا، هجروا الوالدين ديالنا، الأجداد ديالنا، قتلوهم، حنايا كيهجرونا وكيعتقلونا من انطلاقا من 56 إلى اليوم، وهما كيعملوا نفس الأساليب. إذا هذه المسألة هذه ماشي كتعلق بواحد النهار ولا بواحد العام، بل كتعلق بالتاريخ ديالنا مع هذا المخزن هذا، فلهذا المسؤولية كيتحملها الجميع. أنا كنطالب وكناشد الشباب اللي كاين في البويبلوس، اللي كاينين في جميع البويبلوس، اللي هما المدن الصغيرة اللي قريبة لمدريد، جميع المدن اللي قريبة لمدريد، خاص يتحركوا الشباب اللي متواجدين تما، ويحاولوا يناقشوا مع الشباب اللي قرابين لهم في القهاوي، في المقاهي، في أي مكان في كيتجمعوا، في قدام الجوامع، في مكان الناس ديالنا خص الإخبار ديالهم. كنقولها لأبناء الريف من الدرجة الأولى، وكل المغاربة وكل الناس الأحرار من أي مكان كانوا، خصهم يقوموا بهذا الدور هذا، على أساس أنه تكون المعركة ديالنا ديال غدا اللي هي المسيرة، والمسيرة غادي تكون ناجحة، أنا أكيد بقدرتي قادر غادي ننجحوها، غادي
غادي نحاولوا نعملوا المجهود ديالنا من اجل باش يتم النجاح ديالها. بالاضافه ان الماتريال اللي ممكن دار اذا كان الشباب عندهم الغيره على البلاد ديالهم وما باغيش يكونوا غير متفرجين في الشيء اللي كيوقع في الحسيمه يعملوا نفس العمليه اللي كيعملوا في الحسيمه. الشباب تما كيحاولوا يلتحقوا بالاماكن باش رغم الارهاب رغم الترهيب رغم القمع رغم الاختطاف رغم كل شيء كيخلقوا اشكال ابداعيه من اجل باش يحاولوا يوجدوا التظاهرات اللي كانت كيتم الاعلان ديالها في الحسيمه. بهالطرق هذه وصل الصوت ديالهم وتفضح المخزن وتفضح المتآمرين اللي هما البيادق ديال المخزن في المنطقه تفضحوا من خلال الاجتهاد والابتكار ديال الشباب. فلهذا كان ناشد الشباب اللي كاين في المهجر وخاصه في مدريد كنهضر مع الشباب ديال مدريد باش ننجحوا المعركه ديالنا ديال غدا اللي غادي تنطلق من اتوتشا مع 12 الى حتى ساحه خاسينتو بينافينتي غنجوزوا على شارع اتوتشا الى خاسينتو بينافينتي ومن ثم غادي نهبطوا حتى بورتا ديل سول. هذه المعركه هذه ما يمكنش تنجح الا بالمشاركه وبالمساهمه ديال الجميع من اجل باش نوصلوا للهدف ديالنا. الهدف ديالنا شنو هو؟ دابا في الظروف هذه هو اطلاق سراح كل المعتقلين. اذا ما تمشي تنطلق اطلاق سراح كل المعتقلين ما غادي نوقفوش. فلهذا كنحاول وكنطالب من الخوت انهم يعملوا يبارطاجيو هذا الفيديو هذا يبارطاجيو هذا اللايف يحاولوا يتواصلوا مع الاصدقاء ديالهم من اجل باش ننجحوا هذه المعركه هذه. ما يمكنش نبقاو مستمرين ساكتين وخاصه هنا في هذه العاصمه وحنايا ساكتين. اذا كنطلب من الخوت اللي كيشوفوا هذا اللايف يحاولوا يبارطاجيو هذا اللايف هذا ويخبروا اصحابهم. كنشوف المشاركه ضعيفه ولكن كنتمنى انه في الدقائق المقبله يلتحقوا الناس اللي كتشوف هذا اللايف يحاولوا يعملوا يشاركوني في هذا الخبر لانه هو ما هو الا خبر والاعلان على التظاهرات غدا اللي غادي تكون مع 12 الى حدود غادي تكون تقريبا حتى الوقت ديال 3 غادي يبدا مع 12 الى 3 اعتقد. المهم اللي اساسي هو كاين الترخيص ديال التظاهره كاين الترخيص. اللجنه ديال مدريد قامت بهذا العمل هذا من اجل طلب ديال الترخيص ديال هذه ولكن واحد مجموعه ديال الشباب خصهم يعرفوا انه داخل هذا العمل هذا وهذا الفعل هذا ما يمكنش يحمل المسؤوليه حتى لشي واحد اذا ما تحملوش هما المسؤوليه راسهم. يتحملوا المسؤوليه كنحمل المسؤوليه للجامعه انهم يوقفوا في هذه المعركه هذه. حنايا دابا اللي اساسي هو نخرجوا للشارع ماشي شي حاجه اكثر من نخرجوا للشارع. خرجوا للشارع من اجل باش نحاولوا ندينوا ونقولوا بصوت عالي انه لا حوار لا عودة للمنازل ديالنا لا حتى شي حاجة من هذا القبيل هذا إذا ما كانش ولا ما تمشي إطلاق سراح جميع المعتقلين ديال الحراك في أقرب وقت ممكن. وبالإضافة أنه يتحدد واحد الموعد ديال أبناء الحراك شباب الحراك اللي كيمثلوا الحراك هما اللي عندهم الصلاحيه يمثلوا الحراك في المساله ديال الحوار مع المخزن مع اللي كيتحملوا المسؤوليه في هذه الوضعيه هذه من اجل الخروج من هذه الازمه. حنا ما باغيينش المواجهات باغيين الازمه باغيين السلام. الازمه خلقينها السلطات. فلهذا كنطالب من جميع الناس انهم يلتزموا بهذا المبدا هذا السلميه يلتزموا به كشرط من الشروط اللي عهدنا بعضنا بها في داخل الريف وخارج الريف انه تكون المعركه ديالنا معركه ديال الجميع تحت شعار السلميه ثم السلميه ثم السلميه. هذا هو الدور ديالنا من خلال شهور وحنايا في المعركه تقريبا سنه تقريبا دابا ماشي في اتجاه سنه 8 شهور وحنايا في الحسيمه بالخصوص انه كانت المعركه بدات من نهار 28 ديال اكتوبر اللي انطلقت من بعد الجريمه من بعد الاغتيال ديال محسن فكري الله يرحمه الى يومنا هذا. والمعارك ديالنا هي معارك مبنيه على المنطق ديال السلميه المنطق والفعل السلمي في الساحه.
السلمي اللي كنقولوا السلمي معناه ما كاينش المواجهات، ما كاين المواجهات لا مع بعضنا ولا مع الآخرين. الآخرين هو المخزن، هو القوة ديال القمع، ديال الاستبداد اللي كيطلقها المخزن علينا. ما كاينش مواجهات معهم. اللي كاين دابا في الساعة هو البحث على تحقيق الملف المطلبي، ولكن بشرط إطلاق جميع المعتقلين، جميع الصراح ديالهم يكون في أقرب وقت ممكن، وتشكل لجنة من خلال هاد المعتقلين، تشكل لجنة اللي غادي تكون مسؤولة على إمكانية ديال شي حوار على الملف الحقوقي اللي كطلبيه الساكنة في الريف وفي الحسيمة من الدرجة الأولى. ولهذا كنزيد نركز أنه نستمروا في العمل ديالنا. كنتمنى أنه الناس اللي كيشوفوا هذا اللايف هذا يحاولوا يبارطاجيو، يحاولوا يوصلوا للخوت اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا، يشوفوا الجميع، على أساس أننا نبحثوا على الإمكانيات ديال تنجيح ديال المعركة ديالنا. المعركة ديالنا هي معركة مصيرية يعني في مدريد. هنا نقول لكم علاش. مدريد هي العاصمة ديال إسبانيا، ديال الدولة الإسبانية. مدريد هي اللي كتحمل المسؤولية ديالها في الريف في الوقت اللي تم التسليم ديالو للمخزن والاستعمار الفرنسي في 56-57، ولا في 56 بالضبط. في 56 تم التسليم ديال الريف بدون استشارة مع السكان ديال الريف، مع التمثيلية الحقيقية ديال الريف، بينما اللي وقع هو الاستعمار الإسباني ناقش مع الاستعمار الفرنسي بالحضور وباتفاقية ديال الاستعمار الجديد اللي هو المخزن، وعملوا اتفاقية على أساس أنه الريف يكون كيشكل جزء داخل هذا المغرب اللي هو مغرب اللي مبني على النهب وعلى السرقة وعلى الاستبداد، ماشي المغرب اللي كنا كنطمحوا له، اللي كانوا كيطمحوا له الأجداد ديالنا، هو المغرب ديال التعايش، ديال الحريات، ديال الديمقراطية، ديال احترام حقوق الإنسان، بل وتوزيع الثروات ديال البلاد على الشعب، بقدر ما أنه تم تفويت ديال هالبلاد هذه إلى الاستعمار الفرنسي. الإدارة الفرنسية هي اللي نظمت كل شيء في اللقاء ديالها مع فرانكو من أجل باش الريف يصبح تابع لهذا النظام هذا اللي هو نظام مخزاني، نظام اللي ما كتوفرش فيه الشروط باش يحترم حقوق الإنسان. وهنايا كنشوفوا أن المسألة ديال سبتة ومليلية، حنا كنشوفوا الفرق اللي كاين ما بين الوضع اللي كيعيشوه الناس في سبتة ومليلية والوضع اللي كيعيشوه باقي المناطق اللي كانت تحت الاستعمار الإسباني. من هنا كنقولوا بشكل واضح أنه الاستقلال ديال الريف مازال ما كاينش، الاستقلال ديال الريف مازال ما كاينش، مازال حنا تحت الاستعمار الفرنسي اللي كيتحكم في الإدارة المغربية، والإسباني من جهة أخرى اللي هي سبتة ومليلية. فلهذا هذا الريف هذا مازال هو الريف اللي جدودنا عطاو دمهم عليه واللي ما خصناش نخونوه. هاد الجدودنا إذا خوناهم هو أنا كيبان لي الخيانة هو في الوقت اللي الإنسان كيسكت على هاد الوضع هذا، ما كيشاركش، ما كيعملش مجهود من أجل باش يشارك، كيساهم من أجل التفرقة، كيعمل من أجل التشويش، كيعمل من اجل باش ما يلتحموش الناس على بعضهم. اي حاجه شافها كينتقدها، ماشي كينتقدها على اساس انه يكون انتقاد بناء، بقدر ما انه غير باش يضعف من القوه ديالنا، باش ما يجعلناش نكونوا ناس اللي حنايا اللي في العمق حنايا هما اللي باغيين الحريه، حنايا هما اللي باغيين الحياه الكريمه، بقدر ما انه كيبغي يوصف هاد الناس هادو بحال اللي كيمليو عليهم في بعض الجوامع، وعن طريق الخطاب ديال المخزن، عن طريق بعض الائمه ديال المخزن اللي كيعملوا الخطاب، واللي بحال اللي جات اللي هي كانت السبب في الاعتقال ديال واحد مجموعه النشطاء في الحسيمه على راسهم ناصر الزفزافي، اللي دان داك الخطبه اللي كانت موجهه للشعب في قلب الريف، في قلب الحسيمه، انه كيتهمهم بالفتنه. فهاد الناس هادو اللي ما كيساهموش وكيجلسوا راه جالسين في القهاوي، ولا راه كيقولوا كيبرروا بطريقه ولا باخرى، راه ما عندهمش الوقت ولا ما كيسمح لهمش الوقت، وكيجلسوا كيتفرجوا على الوضع، ومن بعد كينتقدوا اذا كانت المشاركه مزيانه. ايوا
كما كان الحال ديما كيبحثوا على الطرق من اجل باش ينتقدوا. فلهذا كنقول لهاد الناس هادو يفكروا مزيان، فكروا مزيان انه كاين جوج، كاين اختيارين، ما كاينش التالت، كاين اختيارين، الاختيار ديال الصف تكون مع الصف ديال المخزن ولا مع الصف ديال الشعب. فالحراك هو ديال الشعب، الحراك هو ديال الجماهير، الحراك هو ديال الشباب اللي باغيين يعيشوا على ارض بلادهم واللي باغيين يعيش يبنيوا بلادهم، ما باغيينش يستمروا في الهجره. هذا الحراك هذا كيطلب من هاد الساكنه والاصل ديالها من المنطقه انها تتحرك في هذا الاتجاه هذا. في حاله اذا ما تحركت شي وبقات كتستعمل هاد الطرق هذه، هي كتعمل من اجل باش تساهم في تقويات المخزن وفي الدور ديالو الخبيث اللي كيقوم به دابا حاليا، هو الاختطافات والاعتقالات. من هنايا كيجي الدور ديالنا حنايا كالساكنه ديال هذه المنطقه هذه، وني كنهضر على المنطقه ما كنهضرش فقط على الحسيمه ولا اقليم الحسيمه، كنهضر على الريف بشكل عام، لان الضرر وصل لجميع المناطق في الريف وحتى في الداخل المغرب. ولكن داخل الريف كنعرفوا تاريخنا انه المخزن بالاضافه انه كيسرق الناس في مناطق اخرى، ولكن حنايا عنده حقد علينا تاريخيا. فلهنا هذا الحقد هذا ما يمكنش نوقفوه الا بالتضامن ديالنا مع بعضنا، الا بالخروج ديالنا للشارع، الا بالتنظيم، ننظموا راسنا، نساهموا في التنظيم، نعملوا من اجل باش نقدروا نكون عندنا موقع داخل هذه البلاد هذه اللي هي الدوله المغربيه. اما نبقاو كنتفرجوا على الوضع ومن بعد نبداو كنبحثوا على كيفاش نقدروا نتهجموا على بعضنا، انا كنعتقد اي حد كيقوم بهذا العمل هذا ما هو كيخدم الا المصلحه ديال العدو. العدو هو اللي كيعمل من اجل التشتيت ديالنا، العدو هو اللي كيفابريكار، هو اللي كينتج واحد البلعه ديال حتى داخل هذا الفيسبوك كينتج اخبار مغلوطه، اخبار كتشوش، اخبار ومواقف اللي هي خبيثه من اجل باش يفرق بيناتنا. فلهذا حنايا في هذه الساعه اللي محتاجين له ماشي مساله ديال نوقفوا عند الاخطاء، بقدر ما نشوفوا الامكانيه ديال شكون اللي غيقدر يخدم المصلحه ديالنا، هو نوحدوا الصفوف ديالنا ونعملوا من اجل باش نستمروا في المعركه ديالنا اللي هي معركه مصيريه ديال هذه الارض هذه اللي هو الريف. نرجع للموضوع اللي عليه كنهضر، هو المساله ديال غدا مع 12 ديال النهار، غدا اللي هو السبت، غدا السبت مع 12 ديال النهار غادي يكون الموعد ديالنا في سول. الموعد ديالنا غيكون في اتوتشا، غنطلقوا من اتوتشا سول، غادي يكون غادي ينتهي التظاهره، ولكن في اتوتشا اللي هو النقطه ديال الانطلاق اللي غادي ننطلقوا منه هو مترو اتوتشا. مترو اتوتشا من بعد غادي نشدو شارع اتوتشا الى حتى خاسينتو بينافينتي، ومن تم غنهبطوا البورتا ديال سول. اللي ما كيعرفش يتصل بالخوت بالاصدقاء ديالو ويشرحوا له كيفاش امكانيه ديال باش يشارك. اكثر من هذا الشيء كنطالب وكنناشد الخوت انهم يقوموا بالدور ديالهم. كيفاش يقوموا بالدور ديالهم ديال تعبئه الغداء؟ تعبئه الغداء ما يمكنش تكون غير بهذا اللايف هذا، خص تكون بالتواجد ديال الشباب ديال النشطاء ديالنا اللي كاينين في كل قريه في كل منطقه، سواء في كل مينار بيخو ولا في بيالبا ولا في لابرادا ولا في موستوليس، في اي منطقه فيما توجدوا. هادو النقط اللي قلت هي نقط تقريبا نقدروا نقولوا اللي عليها كيدور واحد المجموعه ديال المهجرين ديال الشباب اللي كيعيشوا في المنطقه ديال مدريد ككومونيداد اللي هي اقليم مدريد. هذه المنطقه هذه السكان ديالنا اللي كيسكنوا المنطقه هذه يحاولوا يتواصلوا مع الشباب على اساس اننا نعملوا الدور، نقوموا بالدور ديالنا. هذا واجب، هذا ماشي غادي نعملوا شي حاجه اكثر من الواجب ديالنا. الواجب ديالنا هو اننا نتصلوا بالناس ديالنا ونقولوا لهم باللي غدا كاين في 12 ديال النهار خصنا نلتحقوا باتوتشا. هذا هو اللي باغين ان كل واحد فينا يكون مسؤول، ما نبقاوش كنتفرجوا في الوضع، ما نبقاوش كنستناو شي حد غيعمل، لان المساله ديال
انهم واش عملوا ولا ما عملوش، هذه مساله اتكاليه. بنادم كيتاكل على اخر كيحاول يتخبع مورا انه شي فلان اللي مسؤول. ما كلشي مسؤولين، حتى شي واحد فينا ما هو خارج المسؤوليه. كامل الشباب اللي كاينين في مدريد كيتحملوا المسؤوليه ديالهم من اجل باش يكون التظاهر غدا بشكل ناجح، باش يقدر يكون بشكل ناجح. ما علينا الا باليوم انطلاقا من هذه العشيه هذه في كما قلت في القهاوي، يمكن نتصلوا ب يمكن نتصلوا بالناس في القهاوي، نتصلوا بهم في الجوامع اللي مع بيبان الجوامع. خص يحترم اخر داخل الجامع، ما تكونش الهضره، ما يخلقش بنادم بالبلا داخل الجوامع، ولكن على برا في الشارع في الساحات فين كيتواجدين المواطنين بشكل بعيد على اللحظه ديال القيام بالواجب الديني، يقوم اخر بالتعبئه وبالنقاش حول الامكانيه ديال الحضور للساحه ديال اتوتشا اللي كاينه في قلب مدريد نهار السبت في 12. المساله ديال التخويف وديال شي حد هنايا كيخسر الكلام، ولكن ماشي مشكل. حنايا كنهضروا على السلاح ديالنا هو الدماغ، السلاح ديالنا هو الابداعات، السلاح ديالنا هو القدره ديالنا في المواجهه ديال المخزن. رغم هو اللي عنده السلاح، هو اللي عنده السجون، هو اللي عنده العسكر، هو اللي عنده البوليس، هو اللي عنده هذاك الشيء كاع اللي عنده. ما قدش علينا، ما قدش يوقفنا، ما قدش يوقف الساكنه في الحسيمه في الريف بشكل عام. كل شيء متمرد عليه في اي منطقه، حتى انتشرت حتى في الداخل ديال المغرب. كل شيء الناس كتضامن، وهذا التضامن هذا كيعطي نفس جديد ديال تعايش الشعوب ديال المغرب مع بعضها. الشعب المغربي بشكل عام اذا حبينا نقولوا كشعب مغربي انطلاقا من مبادئ ديال الاخوه وداك الشيء، مستقبلا ما عندوش شي مخرج الا بالتضامن ديالو مع بعضه. فلهذا الشعب الريفي، الشعب الاطلسي، الشعب السوس، الشعب في الجنوب، في الجنوب الشرقي، في الصحراء، في اي مكان فين متواجدين الناس اللي كيعيشوا من تحت السلطه ومن تحت القمع والاستبداد ديال المخزن، ما عندهمش بديل من غير يتضامنوا مع بعضهم من اجل باش يعملوا النهايه ديال هذا المخزن هذا. وان شاء الله غيكون هاد المعركه غتكون ناجحه اذا كان التضامن ديالنا مع بعضنا. والسلاح ديالنا هو هذا، السلاح ديالنا هو التضامن ديالنا مع بعضنا، الابداع في جميع المجالات، طرق ديال الاحتجاج، طرق ديال كيفاش نوفروا الامكانيات من اجل باش نشاركوا، كيفاش نتواجدوا، النقاشات مع بعضنا. كل شيء هذا هو كنعتبره حنايا هو السلاح اللي عندنا، هذا هو السلاح اللي غادي نستعملوه، وهذا السلاح اللي مقتنعين به من اجل باش يكون إطاحة باستبداد المخزن. استبداد المخزن ما يمكنش يستمر إلا بالإطاحة ديالو، باش يقدروا يعيشوا الناس بشكل اللي مطلوب، اللي هو احترام حقوق الإنسان واحترام القيم الإنسانية اللي كيأمنوا بها الشعوب في جميع المناطق ديال الدنيا. أنه خصنا ضرورة أننا نعملوا حد لهذا الاستبداد هذا. هذا الاستبداد هذا ما يمكنش يستمر في بلادنا. يمكن نعملوا بعض الترقيعات، والترقيعات عملوهم من خلال عشرات السنين وهما كيعملوا الترقيعات، ولكن ما وصلوا لوالو، ما وصلوا لا للناس اللي خدموهم، اللي كيستعملوهم، اللي كيحاولوا يلعبوا لهم على الامكانيه ديال التغيير من الداخل. تغيير المؤسسه المخزن ما قادراش يتغير نهائيا، وعجزه على التغيير، لان هي في نهايه المطاف مافيا. هاد المافيا يعني كتكون مافيا، ما يمكنش تعمل شي حاجه اكثر من اللي كتبدا تعمل تخلق المشاكل، لان هي المافيا في نهايه المطاف مبنيه على المشاكل، مبنيه على النهب، مبنيه على السرقه، على استحواذ الاراضي، على اختطاف ابناء الشعب، على الاعتقالات، على الظلم، على القهر، على التهجير، على جميع الاساليب اللي كتخليهم هما يكونوا مرتاحين. هذه هي اذا هاد 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 المافيا هادي ما عندهاش سمية أخرى. هاد المافيا ما يمكنش يكون الحوار معها، ممكن يكون الحوار مع شي ناس اللي يتفاهموا، أنه يعترفوا أنه
هذا النظام هذا محكوم عليه بالانقراض، إزالة ديالو من أجل باش ندخلو في مرحلة جديدة. كنهضر هنا على المغرب كامل. إذا هنا غيكون التعايش ديال الشعوب، ديال اللي يقدر يسميه الواحد براسو عالي الشعب المغربي. أما دابا حاليا اللي كاين ما كاينش شرعية لهذا النظام هذا، ما كاينش الشروط اللي كتخلي بنادم يشوف فيه أنه نظام كيستحق التعايش وكيستحق المساهمة. ما يمكنش نساهمه في واحد النظام اللي هو نظام مستبد. إذا هنايا خصنا نعملوا يد في يد من أجل باش نحروا بلادنا ونحروا العقول ديالنا ونحروا الإمكانيات اللي عندنا والخيرات ديالنا من هاد المافيا هادي. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي غنقدر تخلي منها نكونوا في المستقبل شعب عنده أفق، عنده مستقبل. ولهذا كنركز على إمكانية ديال الحضور ديال الشباب وديال المشاركة ديالو في خلق إمكانية ديال النجاح اللي ضروري واللي كنعتبره غيكون خطوة هنا في مدريد من الدرجة الأولى، على أساس أننا نمشي بعيد، أننا نفرضوا على بعض الأحزاب اللي كتضمن معنا، بعض التوجهات اللي كتضمن معنا، بعض الشخصيات اللي كتضمن معنا، كل الناس اللي كاينين في مدريد وفي الدولة الإسبانية بشكل عام، أنهم يتضمنوا معنا من أجل باش نوقفوا هذا الإرهاب ديال المخزن ديال الدولة المخزنية اللي كتعمل على اختطاف الشباب من الديور ديالهم، وكيرعبوا العائلات، كيرعبوا الشباب، كيرعبوا الأبناء الصغار، كيرعبوا الأجداد، كل شيء. الناس مرعوبة في الحسيمة من هذا الفعل هذا الخبيث ديال واحد النظام اللي هو نظام عنفي، نظام لا إنساني، ما كتوفرش فيه الحدود الحد الأدنى ديال الإنسانية باش تتعامل معه. إذا خص الفضح دياله، والفضح دياله ما يمكنش يكون إلا عن طريق الخروج ديالنا للشارع. خروج ديالنا للشارع اللي ما كاينش بديل عليه، اللي مستمر الى حدود الساعه، اللي متواجدين دابا حاليا في مجموعه ديال المواقع، لا في الريف ولا خارج الريف، واحد مجموعه ديال المواقع اللي كاين التظاهرات. من هنا كنقول اننا باش ننجحوا التظاهره ديالنا ديال غدا اللي هو السبت، غدا السبت مع 12 ديال النهار في أطوتشا، كنطالب الجامع، كنطالب من الشباب أنهم يقوموا بالدور ديالهم، يلتحقوا بالمساجد، يلتحقوا بالساحة المساجد على أساس يناقشوا مع الناس ويعبئوا من أجل باش يكون مشاركة، يلتحقوا بالمقاهي اللي كاينين في كاع البويبلوس اللي كاينين على الريديدور، على الهامش ديال مدريد العاصمة، معناها المدن الصغيرة فين متواجدة الهجرة، سواء في الجنوب ولا في الشمال، مهم كل شيء يقوم بالدور ديالو. كناشدكم انطلاقا من هذا المبدأ هذا ديال الحرق على البلاد، ديال أننا خصنا نطلقوا الأبناء ديالنا اللي متواجدين حاليا في السجون العار ديال النظام المخزني في الدار البيضاء. حاليا واحد مجموعة ديال الشباب تم اختطاف ديالهم وعبوهم الدار البيضاء، ما كفاتهمش يختطفوهم يخليهم غير في الحسيمة، بل دوهم حتى للدار البيضاء كأنه وقسموا ما بين الشباب ديال الحراك، أنه واحد مجموعة في الدار البيضاء واحد مجموعة في الحسيمة، وهذوك اللي في الدار البيضاء كأنهم هما زعما اللي أخطر، زعما شي ناس خطيرين اللي غادي يحكموهم، واللي كنشوفوها من خلال التعامل ديالهم مع بعض النشطاء في الحالة ديال واحد هذاك الناس من خيرات الشباب ديال طلارواق اللي داوه السلا، والسلا معروفة المكان السجن ولا الاعتقال في السلا، كيديو الناس اللي متهمين بالإرهاب، كما داو المناضل الصنديد اللي هو معروف بالمواقف ديالو بالجرأة ديالو، اللي كان ديما كيحاول يحرص على إمكانية ديال الأمور ما تنفلتش وتكون ديما في اتجاه السلمية، واللي كنشوفوه كان من ديما رغم الاختلافات، رغم هذه كان دائما ساهر، وهذا النقاشات اللي كانت كتدور لي معاه لمرتضى عمرشن، حاليا يتهموه بالإرهاب. علاش؟ لأنه كيتهكم على واحد الوسيلة الإعلام
اللي باغيه نعملوه في موقع ديال ارهابي. وهذا كيبان انه بعض الصحف اللي هي مواليه للمخزن واللي هي من صنع المخزن، ماشي مواليه، اللي هي من صنع المخزن كتبحث من اجل باش تورط ابناء الشعب، فهو كان كيتهكم عليها. وهذا التهكم اللي جعلوا منه انه مرتبط بشي كفاح وبشي دوره في ما هو إرهابي. الإرهاب هو ضد الدولة المخزنية، الإرهاب هو ديال هاد الناس ديال الخبثاء اللي كيختطفوا أبناء الشعب. سمعوا الفيديو ديال النقاش ديال مرتضى مع الوالدة ديالو، سمعوه، سمعوا اش كتقول له اش كيقول لها. تشوفوا القيمة ديال ما هو إنساني في العلاقة ديال الأم بالابن ديالها. سمعوا الوالد ديالو شنو كيقول، وباقي الاباء واخرين اللي كيهضروا على الابناء ديالهم اللي تم الاعتقال ديالهم. وكنطلب منكم انه تشوفوا مزيان انه عملوا موقعكم في موقع ديال هاد الشباب اللي تم الاختطاف ديالو والاعتقال ديالو. على هاد الشيء هذا، على هاد الاساس هذا، خص والواجب علينا نقوموا به، ماشي من اجل التضامن، لان شي بعض منهم كيهضروا على التضامن. كيفاش انا غنضامن مع اخويا؟ انا ماشي كنضامن، انا كنقوم بالواجب ديالي، انا كنناضل من اجل باش نحقق ديك الحريه اللي هو كيناضل عليها في الساحه، واللي كيعرض حياته من اجل باش. وحاليا كيبان على ارض الواقع ان هذا المخزن المتعفن اختطفهم من اجل باش يحاكمهم. لمن كيحاكم؟ قولوا لي لمن كيحاكم هذا المخزن؟ هذا المخزن ما كيحاكم الا الحراك الشعبي العظيم اللي تحدى واللي اخترق الحدود ديال النظام المخزني وتمرد عليه، وخرج بالالاف بالمئات الالاف الشباب والنساء الرجال الشيوخ الابناء الصغار اطفال، كل شيء خرج للشارع من اجل باش يقول لهذا المخزن لا. ودابا كيبغيو يحكمونا، ولكن ما يقدروش يحكموا 200,000، ما يقدروش، ما عندهمش السجون باش يعتقلونا. بركة داك السجن اللي حنايا فيه اللي هو الارض كامله ديالنا حولوها الى سجن، ما كتوفرش الشرط الحياه الكريمه. هذا بيدو معتقل كما يقولوا الشباب في وسط الحسيمه، هذا المعتقل هذا كبير ودونا دابا المعتقل الصغير. هذه المعتقلات اللي عندهم ما غادي تكون شي، ما غادي ترهبنا شي. فلهذا هذه الطرق هذه ديال المحاكمه ديال الشباب من اجل باش تحكمونا لنا كاملين، حنا كنقولوا لكم اننا غنستمروا جميع الطرق من اجل باش نتحداو وباش نقولوا للعالم كامل داك الحدود ديال اللي عاملين هما ديال انه كاين الخط الاحمر. حنا هذا الشعب هذا ما كيعرفش الخط الاحمر. الخط الاحمر حنايا خصنا نوضعوه، هذا الخط الاحمر حنا هما اللي خصنا نوضعوه، ماشي المخزن. المخزن باغي يرغمنا اننا نعيشوا من تحت المظله ديال التعليمات ديالو، ديال القرارات ديالو، ديال البيادق ديالو اللي كينصبهم وكيعطيهم شعيه من اجل باش يتحكموا فينا. ولا لا ثم لا، حنا غنستمروا في المعركه ديالنا ديما تحت شعار سلميه، ديما تحت شعار ديال الأخوة والتلاحم على بعضنا. كل واحد من حقه يسميه كما بغى، اللي بغى يسميه التضامن يسميه التضامن. اللي أساسي هو أن نكون منسجمين مع راسنا، لأن المعركة ديالنا هي معركة واحدة. إذا ما يمكنش احنا نخليو الشباب اللي تم الاعتقال ديالهم هما كيحاكموا دابا حاليا. اللي باغيين يحاكموا هو الحراك دريف، هو باغيين يحاكموا الشعب دريف، باغيين يقولوا له بطريقة ولا بأخرى أنه ما يمكنش نخليكم دعملوا وتطالبوا بشي حقوق اللي بالنسبة لهم ما يمكنش تتحقق إلا بالطرق ديالهم اللي هي ديال السعاية. نقول لكم واحد الحاجه مزيان واضحه، كاين جوج ديال الناس في الشعب ديالنا. هاد الشعب هذا اذا بغى يكون حر خصو يختار ما بين جوج الحاجات، واما القفه ديال الملك واما السله ديال عز احمد. والقفه ديال الملك حنا رافضينها، وكان تمسكوا بالسله ديال عز احمد، هذاك العبقري الحكيم اللي كيدور على جميع المداشر والمدن ديال الريف، من طنجة
والعرايج وحتى السبتة حتى الحدود كيلتحق حتى كاستيخو إلى السعيدية عز أحمد والسلة ديالو كتمسكوا بهذا كيوزع شي علينا شي حاجة كيوزع علينا الإيمان ديالو بهذا الأرض القوة اللي عنده ديال أنه كيتحدى جميع داك الحواجز اللي عملها المخزن سواء الاقتصادية ولا الثقافية ولا اللغوية اللي بعض الخطرات كيبغيو يلعبوا على هذه النعورة هذه وهذا موضوع اللي خص ضروري الهضر عليه. الريف الحر يتكلم الدارجة وتمازيغ الريف هذا هو الريف الحر. الريف الحر يتكلم لغة الحرية اللغة الحرية ممكن تكون بتمازيغ الدارجة فلهذا ما يلعبوش عليكم واحد المجموعة ديال الشباب اللي ما عارفينش أن المسألة ديال الريف هو مسألة ماشي ديال ماشي كتحددها باش من اللغة كنتكلمو كتحددها القناعات والتاريخ ديالنا. أنا أكيد واحد العدد كبير ديال الشباب وديال الناس اللي مستعدين من غدا يبدأوا يتعلموا اللغة ديال الأم لأن اللغة الأم حتى شي حد ما غيكرهها تمازيغ حتى حد ما كيكرهها. فلهذا داك التعريب عن طريق استعملوا الدين بحال اللي استعملوه ديما استعملوا الدين وإلى آخره واحد مجموعة القبائل واحد مجموعة المناطق اللي هي تعمل التعريب ديالها عن طريق ما هو ديني وهمشوا اللغة ديال البلاد اللي هي تمازيغ الريف. وهاد اللغة هادي غادي نسترجعوها حب اللي حب وكره اللي كره هادي اللغة ديال الأجداد ديالنا اللغة ديال الأمهات ديالنا اللغة ديال الشعب ديالنا. فلهذا كنقول الاختيار ديالنا هو الاختيار ديال عوضا القفة ديال المخزن ديال المالك اللي كيعطيها للناس باش يحقر منهم ويعملهم في موقع ديال ضعف والموقع ديال السعاية ديال الناس مدلولين. احنا كنقولوا لا من هذه القفة ولكن اياه كنقولوا لعز احمد اياه بغينا السلة ديال عز احمد فيها. انا اكيد اي حد غيعجبو داك الشيء اللي عنده السلة دياله هو صمود الماء شي حاجة اللي كتجري في الارض ديالنا الماء داك الماء اللي عنده داك السلة وشي شوية الكرموس من أجل باش يتحرك في الريف كامل وما باغيش القفة هو ديال المخزن. فلهذا احنا باغين السلة ديال أما العياشة عندهم جوج وإما هكيبين يختاروا وإما غادي تفرض عليهم يعملوا كما يقولوا الوطن غفور الرحيم. احنا ما عندناش المشكل اللي يبقى اذا تغير الوضعيه ويبقاو هاد العياشه كاينين ولكن على اساس انهم يعترفوا بانه كانوا عياشه كانوا مدلولين وحررناهم اللي خصهم هما يساهموا من اجل باش يتحرروا ولكن اذا بغاو هما يبقاو عبيد هذاك المشكل ديالهم. احنا باغيين نحرروا راسنا من هاد الخبث اللي كاين. فلهذا العياشه ما عندهمش موقع هنايا أكل الانفصال ولهم يحزنون. أقول لك انفصال على المخزن أنا كنقوله ديما قلتو انفصال على المخزن من غدا ولكن على الشعب المغربي ما كاين لا انفصال ولا والو كاين الوحدة وغادي تكون شي حاجة قوية كتار في المستقبل. وأنا أكيد أن الشعب المغربي عاق باللعبة وبالمؤامرة اللي كاينة وبالاستعمال ديالو ودابا حاليا بدات كتفجر في واحد مجموعة المواقع. فلهذا ما كاين لا 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 انفصال ولا ينفصلوا على أرضنا أتمزغة كاملة أرض وحدة قال لك انفصال. هذه اللغة هذه كانت واحد الوقت كتنفعكم في الوقت اللي كان الإنسان باقي ما واعيش براسه اش كيدير وعينا مزيان شنو اش كيتقال والمخزن والمؤامرة ديالو على الشعب وكيعمل الناعورات من أجل باش يفرق بيناتنا هذا جبلي هذا ريفي هذا عروبي هذا ما كاين لا عروبي ولا جبلي ولا ريفي ولا كاين الشعب اللي عنده قناعة بالجذور ديالو اللي هي الجذور الحقيقية ديال الشعب هذا اللي هو شعب أمازيغي جدا على جد هذه تقريبا مليون سنة ماشي عاد توجدنا عليها أرضنا
غادي نعملو من أجل التحرير ديالها، ومن البيادق ومن المخزن اللي هو متسلط، اللي جا لقطاء جوكي قال لك جوكي طلبوا كي طلبوا من الناس أنهم يساعدوهم، دخلناهم القطرة وشركوا معنا البقرة، وهي هادي دابا ماشي شركوها، كيتحكموا فيها كيحلبوها وما كما بغاو. والمخزنية غي عاودوا الراس هاد العياش اللي كي اللي كيهضروا هنايا كنشوفهم غي انا مسوق لهم انا. العالم الريفي غادي يرفرف في جميع المواقع، وكيرفرف ماشي عاد غير رفرف، ولكن غير رفرف في المستقبل بشكل رسمي. العالم الريفي هو العالم الاجدد ديالنا اللي غادي نعطيو الدم ديالو ديالنا عليه، الدم ديالنا نعطيوه على هذا العالم هذا. اما العالم المغربي هذاك عالم ما هو الا رمز ديال الاستبداد، ديال الاقطاع، ديال ما في المخزنيه، ديال الاستعمار الفرنسي والاسباني حتى هو، اللي هما كانوا السبب في هذه الوضعيه اللي كنعيشوا فيها. وني كنقول الاسبانيول والفرنسيين ما كنقصدش الشعوب، كنقصد اللي كيتحكموا في القرار السياسي في هذه الدول هذه. فلهذا كنتمنوا ان تغير الامور في هذه الدول على اساس انه تقول لهذا المخزن كفى من الاستبداد. اما الشعب الريفي فهو معروف بالكرم ديالو، معروف بالكرم ديالو، اللي عنده كيقسموا مع الناس. اللي عندنا انا 6 شهور في الحسيمه، والله اقسم بدماء الابرياء، الا ما تمشي شي طريقه ديال التعامل. رغم عشنا مع واحد المجموعه ديال الشعوب في اوروبا، الا في ديك الارض هذيك الطرق الراقيه وديال التضامن ديال الانسان اللي زعما كيبغيك وكيقربك حبا في الحياه وفي ايمانه بالقيم الانسانيه. كاين شي حد اللي كيتعامل من غير بهذه الطرق، هذه الطرق ديال الانسان الراقي، ارقى ما كاين انا شفتو على ارض الواقع. رغم انه بعض ابناء الشعب الريفي بعض الخطرات كيغلطوا، كينساو القيم ديالهم وكيحسبهم شي حاجه اللي انا نقول الاصول ديال القيم هذه، كما يقولها واحد المجموعه المثقفين، انه انطلاقا من المعركه ديال الريف في العشرينات ديال القرن اللي فات، فلهذا كان طالب من الخوت انه ينعملوا يد في يد في هذه الليله هذه من اجل كيفاش نساهموا مع خوتنا من اجل تنجيح ديال المعركه ديال غدا اي موقع، على اساس اننا ننجحوا الوقفه اللي هي وقفه ديال مصيريه ديال مدريد. اذا تعطينا الاهميه غيكون عندها دور كبير من اجل الضغط على الحكومه الاسبانيه على اساس انها توضح الموقف ديالها من هذه الحكومه اللي هي ما كتحترمش الشروط ديال العيش. غادي نستمروا واحد شويه. واحد دقيقة ونص وغادي نحاول نرجع، غادي نستمر. كنناشد الخوت انهم يعملوا اللايف في اي مكان، اللي عنده شي امكانيات اللايف يعمل اللايف. اللايف ماشي مختصر على شي حد، حتى شي حد ما هو شغله يعمل اللايف، كل شيء نقدروا نعملوا اللايف. فلهذا اي حد بغى يعمل اللايف يعمل من اجل باش نتواصلوا مع بعضنا، من اجل باش نعملوا اش كنقول الاشعاع لهذه المعركه ديال غدا. اللايف هذه الليله هذه كاع الشباب اللي كاينين في مدريد يعملوا اللايف ويناديوا الناس يجيو يلتحقوا بالتظاهره. انا كنعتقد ان المساله ديال
ديال التواصل، ارقى ما كاين هو هذه الامكانيه هذه، وهذا نستعملوها في الوقت ديالها اللي هو الوقت المناسب، وهذا هو الوقت المناسب. بهذه الطرق هذه نقدروا نوصلوا لجميع الناس، نوصلوا لجميع الديور، مجموع الساكنه ديال مدريد بالخصوص، من اجل باش تشاركنا في المعركه غدا. هذا ما كيعنيش نختصروا غير على الناس ديال البلاد اللي من الاصل ريفي او مغربي، بار ندعي جميع الناس، وخاصة الشباب الإسباني خاص التعامل معاه على أساس أننا كيفاش نوصلوا نعملوا ونعبئوا من أجل باش يشاركونا، لأن المعركة ديالنا ماشي معزولة على المعارك ديال الشعوب أخرى، لأن احنا هنا جينا شي من أجل باش نجلسوا يعملوا فينا الخير، احنا جينا هنا كنعرقوا من أجل باش نعيشوا. إذا هاد العرق ديالنا خصهم يعرفوا أنه ماشي حبا في نسمحوا في أرضنا، هذا تفرض علينا المخزن، فرض علينا الهجرة. فلهذا التعبئة كل شيء الشباب يعبأ بعضه ويعملوا المجهود ديالهم من أجل التواصل، عملوا اللايف كاع اللي عنده إمكانية، كاع نشوف الشباب عنده إمكانية أنه يعمل لايف، يعمل لايف ولو يعمل غير 10 دقائق 5 دقائق، اللي يقدر عليه، اللي يقدر على شي وقت يعدلو على أساس أنه تنتشر هاد الليلة هادي، نرجعوها ليلة ديال مدريد بامتياز من ناحية ديال اللايف. كل شي الناس تعمل لايف على أساس أنه يوصل الخبر لكل الشباب، لكل المواطنين من الأصل المغربي ريفي، على أساس الحضور ديال التظاهرة ديال غدا. وغنرجع نقول التظاهرة ديال غدا، غدا التظاهرة الشعار ديالها اللي هو الشعار اللي تدناف لا في الداخل ولا في الخارج ديال الريف وفي المغرب، أن غادي كنعملو من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين ديال الحراك، هذا من الدرجة الأولى، وكل المعتقلين بشكل عام، من كل معتقل وكل إنسان في الاعتقال في السجون على رأيه خص يتم إطلاق السراح ديالهم ويتعمم على جميع المناطق ماشي غير في الريف. ولكن من الدرجة الأولى كنهضروا على المسألة ديال الحراك الشعبي باش يقدر يستمر في المعركة ديالو من أجل إنجاح وتحقيق الملف الحقوقي اللي كنطلبوا به. خص إطلاق سراح كل المعتقلين اللي كاينين دابا لا في الدار البيضاء ولا في الحسيمة، خص يتم إطلاق ديالهم في أقرب وقت ممكن. وهذا كناشد جميع الشرفاء، جميع الطاقات اللي عندنا يعملوا من أجل إبداع، من أجل يوصل الخبر، اللي عنده شي إمكانية يعملها. حتى اللافتة في الزناقي خصنا نديروها، ماشي مشكل انه بنادم يعمل لافتة ويدعي فيها هاد الليله هادي، يعمل لافتة ولا كارطون ويدعي فيه ويديروا في القهوه ولا قريب القهاوي في كاينين التجمعات ديال الناس ديالنا، على اساس انه يكون المشاركه غدا. المشاركه غدا خصها تكون تاريخيه، اذا ما كانتش تاريخيه راه حنا ما فيناش النفس، حنا الشمايت، كنقولها لان كنتحملوا المسؤوليه كاملين، ما بقاوش ناعسين. فانتم كتشوفوا العياشه مقابلين هادشي، العياشه انا كنعرف واحد العدد منهم موظفين في وزاره الداخليه اللي شغلهم الشاغل هو يتهجموا على الشرفاء اللي كيعملوا من اجل فضح هذا النظام. غير خليهم هما ينبحوا الكلاب، هم هيدا عاملين، مع احترامي للحيوانات، الحيوانات بشكل عام كنحترمهم استفدنا منهم، هاد الحيوانات هادو هما اللي خباتين، هما هاد الناس اللي ما عندهم لا ملة لا تصيلة، خصهم يبقاو عبيد، ابقاو عبيد، حنا بغينا نتحروا. فلهذا كنناشد الشباب ديالنا انه يستمر في المعركة ديالو، يعمل من اجل كيفاش نخرجوا من هاد المعركة هادي رابحين. وباش نربحوا المعركه هو تحقيق، شوف اليوم واحد المجموعه ديال المساجد دخلت الجيش كاد احتل المساجد وكاد قمع الناس داخل المساجد، غير هذه كافيه. فين كاين هاد البلاد لا مسيحيه ولا يهوديه ولا الدول الاخرى المسلمه اللي فيها الجيش كيدخل كيدوز كيفوت كيصطم كيدنس اللي هو الحرمه ديال المساجد، كيدخل ويرهب المتدينين، الناس اللي كيقوموا بالواجب ديالهم الديني من اجل باش
العار ثم العر اللي سكت على هذا على هذه الجريمة هذه. وكنقولها ونزيد نقولها، انا اكيد باللي واحد المجموعه ديال الناس وديال الافراد بعض الاخترات، واما بقصد ولا عن غير قصد، كيبداو كينتقدوا ويوجهوا السهام ديالهم للناس والنشطاء وللحراك بشكل عام، وينتقدوه عودا ما يواجهوا المخزن. العدو هو المخزن، العدو هو هذا اللي كيرهبنا، العدو هو هذا الاستبداد، وخصنا نوقفوه، وما يمكنش التوقف ديالو الا بالخروج ديال الجميع، الناس اللي فيهم النفس يخرجوا، اللي فيهم الغيره، اللي فيه اللي عندهم قناعات، اللي كيامنوا بالقيام ديال حقوق الانسان، اللي كيامنوا بالقيام ديال التعايش وديال الكرامه ديال الانسان، الناس اللي باغيين الحياه الكريمه، اللي ما باغيينش العيش ديال الذل وديال القهر، ويعيشوا تحت السلطه ديال المخزن. اخر ما كاين هو المقدم يجي يرهب فيكم وتسمعوا له، رغم انه في هذه الاواخر بان واحد مجموعه الموظفين اللي المخزن كيستعملهم لا في الاجهزه البوليس ولا في الاجهزه العسكر ولا في المقدميه ولا موظفين في وزاره الداخليه. كاين بعض الشرفاء بداو كيخرجوا على الصمت، وبداو كيخرجوا على هذه، وبداو كيحاولوا يدينوا هذا الاجرام هذا، بداو كيحاولوا يفضحوا المخزن من الداخل، وهذا هو اللي خصنا يكثر، يكثروا الناس من هذا النوع هادو، انه داخل اجهزه القمع كاين ناس شرفاء ولكن قلال. هاد الناس اللي قلال خصهم يعرفوا انه في الوقت اللي غيفضحوا المخزن من الداخل غادي يحتضنهم الشعب، وغادي يصبحوا رموز عندنا، غيصبحوا رموز لانهم فضحوا العله وراوا للشعب فين كاين المرض الخبيث اللي هو الكانسر، كاين في المخزن اللي هو كيأدينا تاريخيا. ونكرر ونزيد نكررها، لا بديل على العمل ديالنا مع بعضنا، التضامن ديالنا خص يكون مع بعضنا انطلاقا من الواجب، ماشي التضامن لان غنتضامن وغنمشي بحالي، هذا الواجب كل واحد فينا خص يقوم بالدور ديالو اللي مطلوب منه، هو نشوف تم الاعتقال او لا غيعتقلوا شي حد او لا، هذه خصنا نضمنوا مع بعضنا. كنقولها بالنسبه للشباب والساكنه في الحسيمه ولا في الريف بشكل عام ولا في المغرب كامل، انه الناس يكونوا في ديك اللحظه ديال الاختطافات مع الاقل يوثقوا، يستعملوا الامكانيات اللي عندهم من اجل باش يوثقوا شنو هذا الاجرام، هذا العمل الاجرامي اللي كيعملوه المخزن في الاختطاف ديال ابناء الشعب، الابرياء كيختطفوهم، الشباب في عز السن ديالهم، يعد الاغلبيه ديالهم كانوا كيطمحوا للعيش الكريم، اللي جا من كمل الدراسه ديالو الجامعيه، اللي مازال كيدرس، اللي مازال اللي عنده مشروع ولا باغي يعمل مشروع ولا باغي يعمل مشروع في حياته، وكيلتحم على الحراك وكيعمل من اجل باش يفضح هذا المخزن هذا كيتم الاختطاف ديالو. فلهذا كنقول اي انسان شاف هذه العمليه هذه يقوم بالدور ديالو والواجب ديالو ويوثق. تظاهرات غدا غادي نزيد نركز عليها، تظاهرات غدا خصنا نكونوا في المستوى، تظاهره ماشي فيها اللي غنبقاو كنهضروا بالشعارات ديال اللغات ديالنا لا الدارجه ولا بالريفيه، انا كنعرفوا شنو كاين، حنا لبعضنا ما يمكنش نبقاو كنهضروا مع بعضنا، فقط خصنا نوصلوا الرساله ديالنا للمواطن الاسباني، المواطن ديال مدريد، وباش نوصلوا له هذه خصنا نهضروا باللغه ديالو، نحاولوا نحفظوا بعض الشعارات الاسبانيه، نحاولوا نحفظوها في الاسبانيه اللي كنهضر على مدريد، اما في كاتالونيا بالكاتالان، وفي البايس باسكو بالاوسكيرا، وفي غاليسيا بالغاييغو، في اي موقع فين تواجدوا الناس ديالنا وبغاو يعملوا شي فعل نضالي من اجل فضح هذا النظام هذا، خص الاعتماد من الدرجه الاولى على اللغه ديال المحليه اللي فيها فين حنا متواجدين. فلهذا عندنا الشباب اللي هو تقريبا تربى ولا خلق كاع هنايا في هذه الدوله هذه الاسبانيه، فقادر يعرف وقادر يبلغ باللغه الاسبانيه بالغاييغو بالكاتالان بالاوسكيرا، قادرين يبلغوا بهذه اللغات هذه، يعطوهم المجال، نعطوهم المجال لانهم هما اللي يهضروا. انا اللي كيهمني هو ان هاد الناس هادو هما اللي يعبروا على شنو الدور اللي كنقوموا به، وشنو المعركه ديالنا، وشنو الوضع اللي كنعيشوا، شنو المشاكل اللي كنعيشوا اللي مخبطين فيها، خصهم يعرفوها ابناء الشعب الدوله الاسبانيه ولا الشعوب في اسبانيا بشكل عام.
حنا كنعرفوا الناس ديال بايس باسكو انهم عندهم واحد تضامن كبير معنا، وخاصه منطقه الريف عندهم تاريخ كانوا كيتضامنوا معنا. المنطقه ديال كاتالونيا معروفه بالتاريخ ديالها، انطلاقا من اللي كيسميوها الاسبوع الرهيب ديال كيسميوها بالاسبانيه لا سيما تراخيكا ديال 1909. كانت سيمانة تراخيكا اللي كانت جات نتيجة التضامن ديال الشعب الكاتالاني مع الريفي اللي كانوا رفضوا أنه الأبناء ديالهم يمشيوا يقتلوا في الناس في الريف. 1909 قبل من المعركة ديال الأنوال اللي كانت في العهد ديال مولاي محمد، اللي هي انطلاقة ديال الشرارة ديال الثورة الريفية اللي حقت الجمهورية الريفية على أساس أنها تحرر واحد بقعة الأرض من الاستبداد ومن الاستعمار الأجنبي. 1909 شباب والشعب الكاتالاني تمرد على النظام في ذاك الوقت اللي كان ألفونسو تريسي كيحكم في إسبانيا، تمردوا عليه على أساس أنهم يخلقوا جبهة ضده باش ما يستمروش الشباب يمشي يديهم ثم يقتلهم في حرب اللي ما عندهم فيها لا نقاء ولا جمال. الشعب الكاتالاني متضامن، الشعب ديال البايس باسكو اللي هو شعب معروف بالتضحيات ديالو بالتضامن ديالو مع جميع الشعوب، وباقي الشعب الاسباني مدريد معروفين بالتاريخ ديالهم في التضامن مع المهجرين بالدرجه الاولى. ولولا ما كان التضامن ديال الشعب المدريدي ما كانش يتحقق العيش هنايا ديال المواطنين من اصول اجنبيه من دول اخرى بيناتهم الناس الريف والناس ديال المغرب بشكل عام، انهم حقوا داك المطلب ديال تسويه الوضعيه جنات ديال التضامن ديال الشعب في مدريد. فلهذا خصنا نعرفوا باللغات ديالهم، ماشي نغلقوا على راسنا. وكنقولها لان غير فهاد الصباح كنت كنسمع واحد المجموعه ديال الشعارات في جنيف. في جنيف خصنا الخطابات ديالنا تكون منظمه على اساس انه الخطاب ديالنا يكون موجه بالفرنسيه وباللغات اللي كيستعملوها داك الشعب ديال سويسرا، اللي هي اللغه الايطاليه، اللغه الفرنسيه، الالمانيه، اللغات اللي مجاوره لهذه البلاد هذه كامل كيتكلموها تما، باش الناس باش الساكنه ديال جنيف تعرف شنو كاين. وحنا عندنا الشباب، عندنا الناس ديالنا كيعرفوا جميع اللغات، كيعرفوا اللغه الاسبانيه، كيعرفوا اللغه كيعرفوا حتى اللغات اللي هي الاقليه الاوسكيرا. كاين الناس اللي كتعرف عندنا اللي كيعرفوا اللغه ديال بايس باسكو. فلهذا ما نبقاوش منغلقين على راسنا ونستعملوا اللغات ديال العرب وكاننا كنهضروا مع السعوديه، نهضروا مع الناس اللي كنتعيشوا معاهم واللي كنعيشوا معاهم. عمل الشعارات ديال جينا وحتى جينا، هذاك شعار مهم ولكن في السياق ديالو داخل البلاد بالطرق ديال الاشعاع. اما في اوروبا خص يقول الواحد باللغات ديالهم علاش، وما نرجعوش من الشكل ديالنا النضالي، لان في على ارض الواقع في الريف ماشي هو في المهجر. في الريف داك الملحمه اللي كانت ديال الريف في الحسيمه بالضبط وفي باقي المواقع الاخرى في الريف كان ضروره خص يكون ديك الشكل بديك الطرق هذيك. اما حنايا في هاد اوروبا خصنا نشوفوا الطرق اللي كتناسب الواقع ديال اوروبا. ايوا كنظن انا المساله ديال بطبيعه الحال ان واحد المجموعه ديال الناس هذا الشيء هذا اللي كنقول ما غيعجبهمش، لان كيحرقهم كيخلق لهم الحريق ديال الراس، كيعمل لهم جميع الوجع في كل الجسم ديالهم. الله يشافيكم، هادشي ما نطلب لكم، الله يشافيكم. الكرامه ديال الانسان فوق كل شيء.
واللي كيفوت هذه الحدود هذه فهو إنسان خبيث. الخبثاء انا كنطلب من الخوت اللي كتشوفوا هذا اللايف هذا يواجهوا داك الخبثاء اللي كيكتبوا في داك في هاد التعليقات اللي كيديروا يواجهوهم. اما انا ماشي من الضروره نجاوب على الخبثاء لان الخبثاء كيبقاو خبثاء. الجوسانوس كما يسميوهم هنايا الدود، هاد الدود هادو ما كيتولدوا غير في الماء العاكر، غير في الماء اللي خبيت اللي ما فيهش الحياة. هادو الدود انا ما غنهضرش عليهم وما غنقولش شنو، انا اللي نقول عليهم هو انه الله يشافي، الله يشافي العبيد. وغادي نرجع نأكد من الدرجة الأولى على الدور ديالنا في هذه التطور، هذه هو الدور اللي مسؤولية الجامع. أي شاب شابة أي مواطن عنده الغيرة على الريف، عنده الغيرة على المغرب، سواء يكون عنده قناعات بطريقة ولا بأخرى، كل واحد حر يستعمل الطرق اللي بغى على اساس انه نخرجوا من العبوديه، نخرجوا من هذا الظلم اللي كنعيشوه مع المخزن، مع المافيا اللي كتحكم في البلاد. ومن هنايا كيبان انه ما يمكنش المواجهه ديالها الا بالوحده ديالنا، والوحده ديالنا هو بالفعل ماشي بالهضره ولا غير بالتعليقات في الفيسبوك، بل في الممارسة على أرض الواقع. يتحرك بنادم يمشي يستمر في المعركة ديالو على أرض الواقع، يتحرك يمشي لفين كاين الناس ديالنا، فين كاين التجمعات والمواطنين ديال الأصل ريفي ومغربي، أنه يناقش معاهم كيفاش الإمكانية من أجل باش نقدروا نخبروا اكبر عدد ممكن من الناس. بعض المرات كيبان انه المساله كتكون متعلقه غير في غياب التواصل مع بعضنا. بعض الناس كيقولوا اودي راه ما سقناش الخبر. فلهذا دابا بطرق اللي هي واضحه كنقولوا انه خص نحاولوا نعملوا الخبر نعموه ولكن باجتهاد ديالنا. واحد الدقيقة يمكن غادي يمشي ليا الباتري، غادي نشوف ندير باش نعمر الباتري ونستمر. إذن كما قلت غادي نستمروا في المعركه ديالنا. ما كاين شي بديل من غير التظاهر، من غير التواجد ديالنا على ارض الميدان، على ارضنا وفي اي موقع. موقع ديال هذه الخطره هو موقع ديال واحد المخزن هنايا، ما عنده شغل غير متابعني. وانا عارف شحال ديال التعليقات عمل. خطير. ايوا مسكين، شغن نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. سير صاحبي، سير راك تمام، حتى شي جهنم راك فيها. تمنى لك شي حاجه اخرى اكثر من جهنم، لأن جهنم راك فيها. الحياة اللي كتعيشها دي ماشي جهنم، المفضوح الخبيث. والمسألة ديال اللغة كان نزيد نأكد عليها أنه ما نقصوا شي من الدور ديال اللغات
ديال الدول اللي كنسكنوا فيها، كنقولها لجميع المواقع، ما كنقولهاش غير هنا في مدريد، ما كنقولهاش غير في برشلونه بالنسبه للناس كاتالونيا، ما كنقولهاش بالنسبه للناس ديال بايس باسكو اللي هي الاوسكيره، كنقولها حتى بالنسبه لفرنسا والبلجيك اللي كيتكلموا بالفرنسيه، الهولاند والفلامانيه والالمان بالالمانيه، انه نخاطبوا الناس باللغات ديالهم الخوت. ما يمكنش نخاطبوا اللغات ديال باللغات ديالنا وندوزوا جوج ساعات ساعه ونص كنتواصلوا بها باللغه ديال الدارجه ولا العربيه واللغه التمازيغ الدري وننساو مع من حنا عايشين. حنا عايشين مع هاد الناس هادو اوروبا وخصهم يعرفوا شنو المشكل ديالنا من خلاله، وعندنا المجال من اجل باش نعلموا اللغه ديالنا. بعد اللغه ديالنا خصنا نعلموها لبعضنا، كيفاش نعلموها لبعضنا؟ هذا هو الدور اللي خصنا نعلموه، انه واحد المجموعه ديال الشباب دريف اللي ما كيعرفوش اللغه ديالهم واللي محرومين من اللغه ديالهم اللي هي دابا بداو كيشوشو عليا. المهم على كل، اذا كان ممكن اننا نتواصلوا مع الناس باللغه ديالهم، هذه من جهه. من جهه اخرى المساله ديال الاخبار، باش نزيد ناكدها انه الاخبار خصو يكون الاخبار في جميع المواقع في مدريد. تظاهرات غدا كما قلت في البدايه وغنزيد نركز عليها، اليوم عملت اللايف على اساس انني نهضر على التظاهره ديال غدا. من بعد التظاهره كاين شكل نضالي اللي غادي نقولوه في التظاهره اللي غادي نشوفوا نعملوا عليه، ولكن غدا التظاهره غادي يكون من انطلاقا من 12 في مترو اتوتشا، مع 12 غادي ننطلق التظاهره. خصنا نكونوا في الموعد، نحترموا الوقت، نحاولوا اش كيقول لها نضحيو، لان واحد المجموعه ديال الناس يقدر يقول لك ايوا لا كان خصكم ديروها في شي وقت اخر، واعتبروا هذا النهار ديال العمل، لان العمل ما غيعملوه لك شي حساب الشيء اللي بغيتي انت، غيقولوا لك اجي تخدم، اجي كتمشي تخدم بداك الساعه اللي قالتها لك الشركه ولا المعمل ولا المكان ديال العمل. اذا هنايا كتنضبط وكتمشي تعمل الشغل ديالك. هذا واجب علينا، خصنا نكونوا متواجدين، واجب علينا خصنا نساهموا، واجب علينا خصنا نعبروا على القناعات ديالنا بانه الريف كيهو منين. الناس اللي عندها هذه القناعات خصهم يضحيوا، ما يمكنش يمشيو في النهار اللي حسب الامكانيات ديالهم. دقيقه غنجاوب هذا التليفون وغادي نرجع. ومن جديد نزيد نكرروا ان العمليه ديال التنظيم ديال غدا هو خص يكون تنظيم محكم. اولا غدا السبت واحد العدد كبير ديال الناس ما كيكونوش خدامين، غدا
النهار ديال خمس حتى 60% ديال الناس ما كيشتغلوش ما كيخدموش، بالاضافه في نص النهار انه واحد الوقت اللي هو مناسب بالنسبه للمشاركه ديال او لا باش يسمعنا الساكنه ديال مدريد وحتى جميع الناس اللي كتحرك في هذا التوقيت هذا اللي غيكون الوصول ديالنا للبورتا ديال سول غادي يكون مع داك الوحدة ونص جوج، معناه واحد التوقيت اللي هو اساسي خيار ما فيه ديال التوقيت اللي تكون الحركه في هذه المنطقه، هذه حركه كبيره من اجل باش نوصلوا الصوت ديالنا للمواطنين اللي كيسكنوا مدريد سواء الاسبان ولا غير اسبان. إذن على هذا الاساس هذا التوقيت هذا عند المبرر ديالو، بالاضافه انه المساله ديال التوقيت اذا عملتي في هذا الوقت هذا بالنسبه للسبت الناس يقدروا يشاركوا حتى الاسبان، فهذا خصنا نقوموا بالدور ديالنا من اجل باش نخبروا جميع الناس من اجل باش يشاركوا معنا كمواطنين اسبان اللي متواجدين في مدريد، واللي خصنا ضروري ناكدوا على التواجد ديالهم معنا. فلهذا اللي كيعرف شي نقابه ولا شي جمعيه ولا شي هيئه كما كانت النوع ديالها، لان الهيئات هنا ماشي هو ديك الدكاك اللي كنهضروا عليها في المغرب، رغم انه كاين جمعيات وكاين ناس شرفاء حتى داخل ديك الاحزاب، ولكن كيبقى في نهايه المطاف هادوك تما كيخدموا شي مصالح اللي هي بعيده على المصالح ديال الجماهير، بينما هنايا الجمعيات ولا النقابات ولا واحد العدد كاين واحد العدد ديال الناس اللي هما ناس كيستحقوا انه تتعامل معاهم وتخبرهم وتعول عليهم في المعارك اللي ممكن نعدلوها هنايا. فلهذا ما يمكنش نخلطوا ما بين الواقع اللي عندنا في البلاد والواقع اللي كاين هنايا، لان المؤسسات هنايا مؤسسات اللي هي سواء كانت مدنيه ولا حكوميه كتبقى في نهايه المطاف الصلاحيه عندها انطلاقا من الساكنه من الجمهور من الجماهير من المواطنين بشكل عام انهم اللي كيعطيو هاد الشرعيه وكيعطيو هاد الدور ديالها في المجتمع. وعلى داك الشيء كنقولوا انه ممكن الاعتماد عليهم والاعتناء بالعلاقات مع الناس ديالهم على اساس باش نوصلوا الرساله ديالنا. هنايا كيبقى المشاركه ديال المواطن الاسبان ضروري في هذه المعركه ديالنا. المساله اللي هضرنا عليها ديال اللغه والاشعاع ديال العمل اللي خصنا نعملوه به ضروره تخص تحضير ديال امكانيات ديال المكبر الاصوات، المكبر الصوت خاص يكونوا متعددين ما يكونش واحد ولا جوج، يكونوا واحد العدد، كل ما كان عندنا اكثر كل ما الصوت ديالنا غادي يكون واضح وغيوصل للناس كاملين، وخاصه في القاء الكلمه اللي كتلقى الكلمه وديك الشيء خاص يكون الاشعاع واضح من خلال اللغه، واللغه اساسيه في هذا والصوت المكبر الصوت اساسي في اللغه من اجل باش يوصل للناس، وديك الشيء خص ضروري نجيبو اللي عنده شي امكانيه واللي كيعرف شي حد يجيب داك المكبر الصوت. هذاك العياشي ما كاينش اللي قابلو، اطيروا لي ديك العياشي تما راه صدع لي راسي بالمشاكل ديالو. شي يا صاحبي انا ماشي العياده ديال الطبيب، بغيتي نداويك ولا انا ماشي طبيب ديال طبيب نفساني، انا غير مهجر وعندي مشاكل مع المخزن اللي انت باغي تكون العبد ديالو، انا ما باغيش نكون العبد، صافي هذا هو الفرق بيني وبينك، وانا مهجر وباغي وانت اذا باغي تكون عبد ولا يمكن بحال والو غادي تكون انت داك العبد اللي كيخلصوك، واذا كانوا كيخلصوك بعدا عندك المبرر، فضيحه هو يكون ما كيخلصوك ما والو انت هنا كتعبدهم.
الله يخليها سلعة، هذاك اللي كاين الشرفاء في السجون والخوانة في القصور، ولو ما بيدهم كانوا غير في اخبوشن. شحال من واحد تربى اخبوش ودابا عنده القصر ونسى الاصول ديالو، الله يخليها سلعة. انا والله ديك اخبوش كنفضلو 100,000 مرة على ديك الفيلات ديال العار اللي عطاوكم في الرباط وفي كازا الخبثاء. غالم يا بوري، الغالم يا بوري الله يخليك سلعة. مشي يا صاحبي، مشي تشوف ما تعمل داك مطيشة، مشي سيبها على اللي كيحكمك. داك مطيشة اللي عامل لي تما، هذيك مطيشة اللي عامل لي تما، امشي ضرب بها السفير. واللي اذا انت في اوروبا واذا انت في البلاد داك كروش الحرام، واذا انت منهم غسل لك يطمرك بديك بشي كمين مطيشة بحال هذيك داخل المشروع ديال السلمية وصافي. أما هو أنت خصك يتمروك بشي طرق أخرى، لكن داخل السلمية يقدروا يتمروك غير بمطيشة. المهم كيبقى المعركة ديالنا مستمرة، اللي هي معركة الكرامة، معركة حقوق الإنسان، معركة بنادم يرفع من الشأن ديالو، معركة ديال الجميع اللي فيها كل شيء كنتحمل المسؤولية ديالنا. ما كاينش شي حد اللي يقدر يتهرب من هذه المسؤولية. كيبان لي حدوث الساعة الموضوع ديالنا هو موضوع مشروع الحرية، مشروع ديال الإنسان اللي عنده كرامة. باش يعرفوا المخزن يعرف هاد الغرفة اللي فيها هذاك العمل الفني ديالي، هذاك واحد من الأعمال الفنية ديالي يدي على قلبه. أنا هو هذاك اللي دار داك العمل ديال جرنيكا في ساحة الشهداء وخربقت الملف للمخزن. باقي كنتذكر النهار اللي جا القايد، جا القايد الخبيث ديال القايد ديال واحد من القوياد اللي كاين في الحسيمه، جا كيطلب منا النشطاء ديال الحراك اللي كنا في داك الوقت. جات لنا الصدفه، غير بالصدفه جوزنا قدام الساحه ديال الشهداء في الوقت اللي الناس كاع كانت مشات لدارها. كان سي القايد واحد الكوميسير، قايد الكوميسير القائد والكوميسير كيطلب كيرغب، قال لك الله يرحم الوالدين ديالكم، هزوا هاد العمل ديال كرنيكا من الساحه. قلت له علاش؟ قال لي يا ودي راه ماشي مرخص لكم هاد الشيء. ايوا قلنا له لا والو ما غادي نهزوش. قال لي لا، قلت له هذاك شوف هادوك الرسوم اللي كاين داخل ديك اللوحه ما كيعطو ما كيضربو ما كيقمعو ما كيعتقلو ما كي حتى الشعارات ما كيرفعوهاش. والشعار ديالهم الوحيد هو لا للدمار. هذيك اللوحه ديال واحد الفنان من الفنانين العظماء ديال تاريخ الانسانيه اللي هو رويس بابلو، ولا بابلو رويس بيكاسو، اللي دارها مورا المعركة ديال الشعب الدولة الإسبانية، الشعب الباسكي من الدرجة الأولى اللي كان كيقاوم من الفاشية في داك العهد، خاصة ما بين 36 39، واستعملوا جميع الطرق من أجل باش يركعوا الشعب الباسكي. سلطوا عليه البوم بحال اللي عملوه في الريف، تعاون ديال ألمانيا النازية، تعاون ديال الفاشية إيطاليا. تم
الهجوم على غيرنيكا وخلوها رماد، هرسوا هدموا خربوا كاع القرية على شكل قرية مدينة صغيرة اللي كاينة في البايس باسكو، وعلى أساسها بيكاسو عمل لوحة فنية اللي كيسميها بغيرنيكا، الاسم ديالها جاء نتيجة لديك المدينة اللي هي غيرنيكا. فأنا اللي عملت في داك المشروع هذاك هو ضفت الحسيمة أو لا نقدر نقوله الريف بشكل عام، وكانت الحسيمة هي الساحة اللي احتضنت داك العمل هذاك. عملنا من أجل أنه نقربوا المعاناة الشعوب، وعلاش اللي كيحكموا كيعملوا نفس الطرق، واللي محكومين كيعملوا عاود نفس الطرق من اجل باش يقوموا هذوك اللي كيحكموا. فلهذا المقاومه ديال الشعوب في المناطق اخرى قد خدمنا لنا كما قال مولاي محمد، اذا انتصر اي حد انتصر على الاستعمار في اي موقع في الدنيا هو انتصار بالنسبه لنا. اذا انتصر الشعوب على اي فاشية ولا ديكتاتورية في أي منطقة في الدنيا هو انتصار حتى لنا حنايا، وإذا انهزم هذوك الشعوب هو انهزام حتى لنا. فلهذا كيبقى المسألة ديال الفن نفس العملية، هو الدور ديال الفن في أي منطقة كيخدمنا لنا حنايا حتى في المنطقة الريف. فلهذا كنقارن الوضعية ديال اللي قلنا ديال غيرنيكا بالوضع ديال البومبارديو ولا الهجوم الخبيث اللي استعملوه الاسبان والفرنسيين والمخزن كاملين تحالفوا من اجل باش يعملوا الدمار في بلادنا في 1921 الى حتى 27، واستمرت الى حتى 56، ولكن تحت القمع وتحت البوطاس ديال تحت الصباط ديال الجيش الاستعماري الإسباني والفرنسي والمخزني، ولو المخزن الطرق ديالو هي مسخة أكثر منها البوطة تشكمت والخيانة يشكم بأبناء الشعب والمنطقة الاستعمار من أجل المصالح ديالو باش يحميوه، هذاك الشيء كيسميوها عاد الحماية. الحماية لأن باش يحميوهم ليهم يحميو المخزن بشكل عام وبرئاسة القصر العلويين اللي كيحكموا في البلاد انطلاقا من هذه 4 قرون. فلهذا هذه المعركة ديالنا هي معركة ما كتنتهاش في الريف، كتبدا في الريف وكتنتهى في اي بقعة في العالم. فحاليا كاع الشعوب سقط الخبر بهذه المنطقة انها كتصارع نفس العدو ديال هذه قرون وخاصة القرن العشرين. كيبقى الدور ديالنا هو دور إشعاعي، هاد الناس هادو ما يقدروش يوقفونا. القائد قال لك هز هاد اللوحة من هنايا، قلت له ما غانا هزوها شي وتما غادي تبقى، قال لي الله يرحم الوالدين، بدا كيزاوق الله يرحم الوالدين راه غير سردوني. شكون سردك؟ وزارة الداخلية إذا سردتك وزارة. شوف كنا في واحد الوقت زعما اللي نقولها بكل صراحة أنه كانوا مدلولين، كان الدل نازل عليهم، هذا المخزن هذا كان نازل عليه الدل في الوقت اللي كيتعامل معنا بالرغب والله يرحم الوالدين ما يرحم الوالدين. ما نعرف شنو كان عندنا تما، ما كان عندنا تما لا 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 مدفع لا والو، كانت تما لوحة تشكيلية اللي ساهم فيها الشعب الساكنة ديال الحسيمة بشكل عام، ولا ما نقول كاع الناس اللي جازوا كزوار حتى الاجانب الاوروبيين شافوا ديك العمل وحيوه وعملوا له الصور ومشاو كيفتخروا به، وكان العمل رائع من ارقى ما كاين. فهذا العمل هذا بقى في الذاكره ديال الساكنه ديال الاطفال، من الاطفال الى الشيوخ كل شيء كيهضر على هذا العمل الراقي ديال الانتاج ديالهم اللي هو الابداع ديال الساكنه ديال الحسيمه اللي هي غيرنيكا تم إنجاز ديالها من جديد من بعد ما عملها بيكاسو. كنظن أنها كانت دارت بطرق أخرى اللي كتختلف على النماذج اللي دارت في مواقع أخرى، ولكن النموذج ديالنا كان نموذج متميز لأنه كان ساحة عمومية، في ساحة ديال الشهداء، في ساحة ديال المعركة، في ساحة ديال القضية، في ساحة ديال الشعب. ك
كاين طرف ضد العبوديه ضد المخزن ضد الحقره، ونضيفنا له واحد المساله اللي هي مهمه بزاف، هو شبه جندي كاين بداك اللوحه. فاحنا حاولنا نجعلو محسن فكري الى الجندي الحقيقي داخل المعركه ديالنا، اللي هو الجندي اللي فجر هاد الشعله هادي ضد المخزن، اللي هو في داك اللوحه رغم قتلوه ولكن مات وهو عازم على المقاومه وعلى الحياه من اجل الحياه. فهاد الصوره هادي كتعكس وعندها دلاله كبيره داخل هاد اللوحه هادي. اذا من هنايا نرجعوا لهاد التجربه هادي، هي تجربه رائعه اللي فيها دارت واحد مجموعه ديال الابداعات اللي في داك الساحه تحولت من ساحه ديال ضياع الوقت والفراغ الى ساحه الابداع والساحه ديال الشعب كيجتمع كدير حلقيات كل ليله، كل ليله كانت كدير الحلقيات، وهذا هو اللي خلى المخزن انه يحاول يختطف الشباب باش ما يبدعوش في هذا الصيف هذا بالطرق اللي كنا زعما عازمين ان غاديروها، وبقدره قادر غادي نعملوها. انا رغم القمع غادي نعملو بالطرق هادي، لان في نهايه المطاف الصمود مازال لحد الساعه، وهذا الصمود ديالنا هو اللي كيعطينا المصداقيه، هو اللي غيعطينا الشرعيه من اجل باش نرجعوا للساحات. كما عملنا في الساحه ديال الشهداء غادي نعملو في داك الساحه ديال المدرجات اللي كاين في الباديسي، باركي ديال تشيتا حاليا اذا ممكن يكون باركي ديال الساحه ديال ام ناصرز. هاد السميه هادي غادي تبقى في التاريخ ديال الشعب في الحسيمه، ديال الشعب الريفي بشكل عام والحسيمه بالدرجه الاولى، انهم واحد المجموعه ديال الساحات غادي تكون هي ما هي الا مواقع ديال الابداع وديال الترفيه على الاطفال وعلى الشباب وعلى جميع الاعمار من اجل الحياه الكريمه، من اجل الحياه الفنيه في جميع المجالات، المسرح السينما جميع التعابير الفنيه غادي تكون الانجاز ديالها في هذه الساحات. وهذه معركه اللي في المستقبل طريقه ولا اخرى غادي نحقوها، وغادي نجعلوا من جديد انه الساحات ديالنا ما غادي تكون الا ديالنا ماشي ديال المخزن بحال اللي بغاو القوياد. وداك الكوميسير قال لك هز عليا هذه اللوحه ديال كرنيكا من هنا لان ما عندكمش الترخيص، وما عندهم ترخيص يجيو يحكموا فينا بحال داك القايد ديال بني فرح، وداك القايد ديال بني جميل اللي مشى كيغتصب الحقوق ديال الناس وكيهدد بالاغتصاب حتى الجسدي لابناء الشعب الريفي العزل في المنطقه، خيرات الشعب الريفي كيمشى كيهددهم بالاغتصاب. تما اللي معنا يدوز لها الجيه واللي ماشي معنا نمرسوا عليه الجنس. قال لك هذا الخبث، هادو كيطلبوا منا اننا نجيبوا الترخيص، شكون عطاهم الترخيص يجيو يحكموا فينا؟ فلهذا الشعب الريفي غيستمر في النضالات ديالو، الشعب الريفي غيستمر في الاحتجاجات ديالو، الشعب الريفي عليه الواجب، وكنقولها وكنزيد نركز عليها، الواجب اللي علينا هو اننا نستمروا في المعارك ديالنا ونجتهدوا، كل شيء من حقه يقوم، ومن الواجب عليه يقوم بالدور ديالو اللي خصو ينوض به، هو تعريف بالمعارك اللي كنقوموا بها. دابا غدا اللي هو السبت، غدا عندنا واحد النهار اللي هو اساسي في المعركه ديالنا، المعركه ديالنا ديال غدا اللي هي في مدريد. جيد نحددو غدا شنو عندنا على مدريد. المعركه ديالنا في مدريد غادي تكون الموعد هو مع 12
أتوتشا مترو أتوتشا غادي ننطلقوا من داك الساحه ديال أتوتشا اللي كاين فيها المترو اللي قدام الرينفي اللي فين كاين ترونا كيجيو من جميع المواقع ديال اسبانيا وديال مدريد بالخصوص كيتلاقاو في داك أتوتشا معناه اللي غيجي من الشمال يقدر يجي لأتوتشا اللي غيجي من الجنوب يقدر يجي من أتوتشا اي حد بغى يلتحق بأتوتشا عنده امكانيه ديال الترين وديال المترو وديال الطوبيسات فلهذا هذا الموقع هذا هو موقع استراتيجي ديال مدريد ما كاينش فين يقدر يتلف الوحيد أتوتشا أتوتشا غادي ننطلق المظاهره من شارع بدايه ديال شارع أتوتشا مترو أتوتشا شارع أتوتشا غادي نطلعوا مع الشارع وغادي يكونوا معنا واحد المجموعه ديال الاسبان حتى هما اللي غادي نطلعوا داك الشارع الى حتى الساحه ديال خاسينتو بينافينتي من ساحه خاسينتو بينافينتي غادي نهبطوا حتى البورتا ديال سول وتما غادي نعملوا الكلمه تما غادي نعملوا نعرفوا ب ومن خلال التظاهره كامله غادي تكون شعارات غادي تكون شهادات اللي عنده شي امكانيه يعبر براسو عليها عبر على اساس نفتحوا هذا المخزن هذا والمطلب اللي اساسي اصبح حاليا هو اطلاق سراح جميع المعتقلين ديال الحراك الشعبي العظيم المقدس كما يقولوا في وخاصه كان كيقولها ناصر هذا التعبير هذا عنده واحد الدلاله كبيره ان هذا الشعب هذا ما يمكنش يبقى هيدا في هذه الوضعيه هذه ديال التهميش فلهذا خص هذا الارض يرفع من الشان ديالها وباش يرفع من الشان ديالها خص تلاحم على بعضنا خص التضامن مع بعضنا خص الوحده كفوز كفوز يد في يد من اجل باش المخزن يطلق الابناء الشعب الريفي يطلق له من السجون العار اللي متواجدين حاليا في داك السجن ديال عكاشة ويمكن حتى في سجون اخرى ويطلق لهم يرجعوا لبلادهم اللي هي الحسيمة ويطلق الابناء الشعب الريفي اللي متواجد في المعتقلات ديال النظام المخزني المتعفن على ارض الحسيمة يطلق لهم عاد يمكن تكون شي حاجة اللي كيسميوها بالحوار الحوار ما يمكن يكون مع هاد الساكنة إلا إطلاق الإفراج على جميع المعتقلين وهاد المعركة هذه باش يمكن نجحوها ما يمكنش ينجح ديالها إلا بالمشاركة ديال أبناء الشعب الريفي وخاصة في المهجر لأن كنعرفوا أنه اتفاقيات اللي عندهم مع الدول هذه بينتها مسألة احترام حقوق الإنسان فهما ما كيحترموش واحد مجموعة ديال الشباب هنايا ناضلو واللي كيعيشوا هنا في مدريد راه كيعرفوا التجربة ديال بورتا ديل سول اللي كانت فيها المعركة انطلقت المعركة ديال كينسيم اللي هي 15 ماي اللي شاركنا فيها حنايا كمهجرين كأبناء الريف شاركنا وساهمنا من أجل إشعاع من أجل باش يوصلوا واحد مجموعة الشباب دابا حاليا عندهم مقاعد في البرلمان وكيمثلوا الشعب واحد 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 العدد كبير من الشعب الإسباني داخل البرلمان الإسباني فهادو ما غادي يعطوناش بطار هادو الناس اللي زعما رافضين المشعل معنا اللي طارحين المشكل ديال الريف في البرلمان الاسباني وفي البرلمان الاوروبي وفي في اي موقع فيما كانت شي ادانه عن طريق وسائل الاعلام راه كيطرحوا المساله ديال الوضع ديال الريف ولكن خصنا نكونوا احنا في المستوى لان المساله ديال الريف هي كدهمنا من الدرجه الاولى ابناء الريف بنات الريف نساء ورجال ديال الريف كيتحملوا المسؤوليه جميع من اجل باش نضغطوا على هذا النظام هذا اللي كيعبث بالخيرات ديالنا وبالحقوق ديالنا وبارضنا وبالمستقبل وكما عمل بالماضي ديال شعبنا في اتجاه الحقوق والعيش الكريم فلهذا ما نخليوش الفرصه تفوت ما نخليوش هذا الاستبداد يستمر علينا الا بالمواجهه ديالو غادي نحاولوا نقربوا شي شويه للضوء انا اليوم في حانوار الشمس كنتقل منتقل من اجل باش نفتش على الضوء لان كنشوف الظلمه بدات واحد شويه وغادي نعدل الامور هنا
إذا نستمر في الكلام ديالنا على المظاهرة ديال غدا. المظاهرة ديال غدا قلنا قررنا مع 12 أننا نكونوا في أتوتشا، من أتوتشا إلى بورتا ديل سول عن طريق شارع أتوتشا، وكان ناشد الشباب أنه يهتموا ويكون الاهتمامات ديالهم هاد الليلة هادي، ما يخليوش تفوت الوقت، أن هاد الليلة هادي ممكن أنهم يتواصلوا مع الشباب اللي كاين في المنطقة ديالهم. هاد الشباب هذا اللي متواجد واللي عنده دور كبير في إنجاح ديال المعركة، والحضور ديالهم والالتفاف ديالهم حول القضية ديال الريف وحول الاستبداد والطرد ديال المخزن من المنطقة، ماشي غير يطلقوا المعتقلين. المستقبل خصنا هذا المخزن هذا ما يبقاش يتحكم فينا، هذا هو اللي أساسي. واحد المجموعة ديال الشباب أنهم كيطرحوا واحد المجموعة ديال الأسئلة وديك الشيء، هاد الأسئلة هادي ما يمكنش الإجابة عليها من خلال واحد اللايف، ما يمكنش التعامل ديالنا مع بعضنا من خلال اللايف، لأن اللايف نهاية المطاف ما هو إلا طريقة من أجل التواصل. أما الإمكانية ديال هادي هو الكتابة، هو الكتابة، هو اللقاءات، الورشات. في المستقبل خصنا نعملوا الورشات من أجل باش نتواصلوا مع بعضنا. إذا ما كانتش الورشات ما يمكنش نفهموا المشكل والمعضلة ديال الريف، فلهذا ما يمكنش تجاوب عليها من خلال واحد اللايف، لأن الأسئلة ديال الخوت شوية كتستحق الاهتمام كبير، ماشي نجاوب عليها بجوج الكلمات. فلهذا غادي نختصر ونقول انه الامكانيات الميته هو الامكانيات ديال الابداعات كاينه، هو خلق فضاءات من اجل العمل، وهذا هو المستقبل ديال الريف، وهذا هو المستقبل ديال المهجرين. تقريبا اكثر من ساعه دوزت في هذا اللايف، هذا كيبان لي انه خص البحث في اقرب وقت ممكن على المواقع اللي ممكن مكرهتش الناس اللي يقدروا يلتحقوا بشي موقع يتواصلوا معنا، المهم عن طريق الفيسبوك ديالي اللي هو على طريق بريفي ماشي بوبليك، اللي غادي يعمل شي عمل في شي منطقة يقدر يقولها يتواصل معايا على أساس أننا كيفاش ننجحوا المعركة غدا، وشنو الطرق، اللي عنده شي أسئلة واللي عنده شي توضيح يقدر يقولوا عن طريق الفيسبوك ديالي اللي هو أسوق رضوان، اللي من خلال هذا اللايف يقدر يعرف كاع العنوان ديالي اللي هو الفيسبوك، اللي يقدر نتواصلوا به من أجل باش نطوروا العمل ديالنا، وما غيختصرش العمل ديالنا غير على المسيرة غدا. غدا غتكون مسيرة، أعتقد غتكون مسيرة تاريخية، ولكن هذا كيبقى على عاتق ديال كل واحد فينا والدور ديالو والواجب اللي خصو يقوم به. انا اكيد الناس اذا اهتموا غادي يكون تجاوب. بالنسبه للتواصل، هذه الامكانيه التواصل الاجتماعي اللي كاين، مثلا انت عندك خوك ولا عندك ولد عمك ولا شي حد من العائله، هذا الحد من العائله اللي هو متواجد في مدريد، فاتصل به واخا هو ماشي بخبره، اتصل به قولها له، وبهذه الطرق هذه نقدروا نتواصلوا مع بعضنا، لان المساله ديال التواصل هو ماشي ضروري حتى تشوفني هذا اللي عايش في مدريد، ولا يمكن يكون بنادم قريب لي اللي فين ساكن انا وما سايقش الخبر. علاش؟ لانه مشغول، عنده الشغل ديالو، عنده مشاغل ديالو، عنده الخدمه الى اخره، ما عطاتوش الوقت ولا ما عندوش هذه الامكانيه. اذا اتصال نحاولوا نقوموا بالواجب ديالنا. اللي في هولندا مثلا، ولا
ولا بلجيك وساق الخبر يتصل بالناس اللي عنده في اسبانيا اللي هما الناس في مدريد من الدرجه الاولى اللي كاين في مدريد، يتصل بهم على اساس ولا في المدن اللي قريبه لمدريد يتصل بهم ويخبرهم. هذا هو الطريقه ديال تسهيل ديال العمليه، بغا تكلفنا اقل خساره واقل مصاريف، لان المساله ديال الطرق التقليديه نمشيو من موقع لموقع ونعملوا التعبئه من موقع لموقع، في غياب هذه الامكانيه ممكن تكون عندها دور، ولكن بهذه الامكانيات اللي فينا دابا لا داعي انه بنادم ينتقل من مثلا السنترو ديال مدريد الى حتى البواديه ولا حتى البوسويلو ولا حتى المخاضوندا ولا حتى كولمينار بيخو من اجل باش يجمع الناس باش يناقش معاهم مشاركه غدا. هذا الشيء كنا كنديروه في واحد الوقت، ولكن دابا بهذه الظروف وهذه الشروط وهذه الامكانيات اللي عندنا لا داعي انه بنادم يتنقل، غير من الموقع ديالو ديال التواصل يقدر يخاطب الناس. اذا على داك الشيء قلت اي حد فينا هاد الليله هادي يعمل لايف، يعمل لايف، وهذا اللايف هو اللي غادي يقدر، فهمتي، اذا عملنا 50 ديال الناس يدعموا اللايف انا اكيد غادي يوصل الخبر ديالنا ديال المشاركه غدا، غادي يوصل اغلبيه ساحقه انا اكيد. اذا كنا 900,000 ولا تقريبا مليون كاين في المنطقه ديال مدريد، ممكن ان توصل لواحد على الاقل 50,000 ديال الناس. اذا وصلت ل 50,000 ديال الناس راه القضيه مربوحه، وهذا هو التعامل ديالنا مع بعضنا، هو ان نستعملوا هذه الامكانيات نعرفوا نستعملوها. وكنزيد ناكد انه بعض الخطرات الناس كيسمعوك في هولندا، ولكن هو يمكن عنده العائله ولا عنده ولد عمه ولد خاله ولا خوته ولا شي حد من العائله من الشار ولا من المدينه ديالو، يتصل به يخبره يسرد له غير عن طريق واحد تدوينه بسيطه، واحد الخبر بسيط يكتبوا في واتساب يكتب له باللي كاين تظاهره في الساعه الفلانيه في مطعم فلاني. وهذا هذه الطريقه، واخا ما يكونش الانسان مهتم، اذا شاف هذا الاهتمام عن طريق العائله غيقدر يتحمس ويجي. فلهذا هذه الامكانيه ديال التواصل خصنا نعملوا عليها، خصنا نطوروها. انا كنشوف زعما كاين الناس اللي زعما كيحيوا الفكره، فلهذا انا كيبان لي باش ما نقتصروش على واحد بنادم ولا جوج ولا واحد مجموعه، لان في هذه الاواخر كنشوف شي ناس كينتقدوا باللي كاين لجان. شوف انا في البدايه وقلتها بشكل صريح انه المساله ديال التنسيقيات على الصعيد الاوروبي ممكن انها باقيه ما بلاش الطريق، ولا كاين واحد الخليط. المهم في نهايه المطاف كاين المبادرات، ديك المبادرات خاص في نهايه المطاف نشوفوها بعين ايجابيه، بعين اللي تخدم المصلحه، اللي تخدم الوضع في البلاد، اللي تخدمنا جميع. ننتقدوها ولكن ماشي نعطوها بالظهر، نطوروها. اي واحد في شي موقع يحاول يطور ديك الموقع اللي هو متواجد فيه، واللي خان واللي يعمل على الخيانه ولا كيعمل شي مؤامره على الظهر ديالنا غادي نفضحوه. ولكن انا اكيد واحد المجموعه ديال الناس ديالنا اللي ما عندهمش هاد النيه هادي، العكس عندهم النيه ديال انهم يساهموا. يمكن يكونوا بعض الخطرات كاين كنختلفوا في الطرق وفي الاساليب ديال العمل، ولكن النيه هي النية أفضل من العمل كما يقولوا. النية هي اللي أساسي، هو أن الناس عندها نية تخدم. يمكن ما كاينش تجربة، يمكن ما كاينش قناعات كبيرة، يمكن الوحيد وعنده شي شروط وشي ظروف اللي كتخليه بعض الخطرات ما يوصلش بالشكل اللي خصو يوصل له. ولكن إذا عملنا يد في يد مع بعضنا كما قلت، اللي هو اللي أساسي في هذا العمل، هذا هو عمل جماعي، هو واجب ديالنا كاملين جميع مع بعضنا. ما نبقاوش كنعملوا على الاتكاليه، ما نقولوش غير وانت كتفرج من على برا وتقول لي راه ما عملوا والو، علاش هذوك موظفين ولا هذوك ماشي موظفين. وكنقول زين نكررها، واللي كيعمل بشي طرق اللي فيها الشك غادي نفضحوه في الوقت اللي غنشوفوا الصح انه كانت النيه ماشي نيه خبيثه، نيه
كتخدمش المصلحة ديال الريف، ما كتخدمش، ولكن الأخطاء ديالنا بالمشاكل اللي عندنا بعدم القدرات ديالنا. مثلا كنشوف غير مسألة التجربة ديال الحضور في جنيف، الحضور في جنيف بالنسبة لواحد المجموعة ديال المواطنين من الأصل الريفي اللي كاينين في هولندا، في بلجيك، في فرنسا، في ألمانيا، هادو كاملين عندهم امكانيات يجيو لجنيف اكثر من اللي يمشيو الناس من اسبانيا. علاش؟ كاين الاسباب. مثلا الناس اللي كاين في اسبانيا راه كنعرفوا المشكل ديال اسبانيا، كاين الازمه، والازمه في الحقيقه ماشي ديال اسبانيا، الازمه ديال الطبقات المتضرره ومنهم المهاجرين. فالهجره المغربيه كانت هي الهجره اللي عانت كثير في هذا الاتجاه هذا، اللي ما قدرتش انها تستمر في العمل، فلهذا كاين البطاله بزاف ديال الناس ما خدامينش، فلهذا المشاركه ديال الناس من اسبانيا ضعيفه. يمكن يشاركوا من كاتالونيا ولا بايس باسكو، ولكن الناس ديال مدريد والناس ديال الجنوب ما يمكنش يشاركوا، لان ما كاينش امكانيات حتى باش يعطيو لولادهم الحليب بشكل ايضا مستمر. كاين وضع اللي هو قلق اللي شبيه بالبلاد، على داكشي كنقولوا المشكل عندنا في البلاد، في البلاد الاصلي اذا تحررت البلاد من المافيا غادي يكون واحد المجموعه ديال ابناء الريف يقدروا يرجعوا يعيشوا على ارض بلادهم حسن من يعيشوا هنا، لان الوضع هنايا ما كيعطيش ما كيفرحش بالوضعيه ديال انه بنادم يكون عايش بكرامه، بالاضافه للظروف اللي هي قاسيه في السكن، في مجموعة ما كاينش داك التعويضات اللي كاينه في اوروبا. اوروبا كان عندهم داك التعويضات هنا في اسبانيا، وخاصه مدريد والجنوب ديال اسبانيا اللي هي الاندلس، وداكشي ما كاينش التعويضات. اذا المشاركه ضعيفه ديال الناس ديالنا في جنيف، الناس ديال الدولة اللي موجودين في الدولة الإسبانية، باستثناء شي شباب اللي ضحاوا يمكن حتى هما قاموا بواحد الواجب عليهم، ويمكن يكون زعما مرتبطين بالوضع أكثر، الكاتالونية التحقوا بجنيف. ولكن اللي كنشوفوا هو أنه كاين واحد الوضع اللي ما كيسمحش من أجل باش يقدر بنادم ينتقل. فلهذا اللي أساسي دابا هو التركيز على المواقع فين حنايا، أن تواجدوا في الموقع اللي حنا فيه، ما غيكلفناش بزاف. هنايا ماشي هي غتمشي لجنيف، هنايا غادي تجي في المترو ولا تجي في الترين، عندك نص ساعه ولا ساعه المكانه انت في بورتا دل سول. ولكن الموقع اللي بقينا عليه في هذه الخطره هذه ماشي بورتا دل سول، هي اتوتشا، باش نزيدو نخليوها واضحه، ان اتوتشا هي الموقع اللي غادي نتواجدوا فيه كاملين بينا، وغادي تبدا انطلاقه ديال التظاهره من شارع اتوتشا الى حتى الساحه خاسينتو بينافينتي، ومن تما غادي نهبطوا لبورتا ديل سول. معناه ماشي مسافة كبيرة، قليلة المسافة، ما غتكونش طويلة بزاف باش تعين الناس، المسافة غتكون قصيرة. فلهذا كنطلب من الخوت أنهم يقوموا بالدور ديالهم من بعد المغرب، من بعد الفطور، يحاول كل شيء يعمل اللايف، يعمل بارطاجي هاد الفيديو هذا، يعمل يكتب للأصدقاء ديالو اللي عنده شي إمكانية يعمل عليها من أجل باش يوصل الخبر ديالنا لجميع الناس اللي كاينين في مدريد، في المدن وفي ضواحي مدريد، يلتحقوا بالتظاهره غدا مع 12 النهار، غدا السبت مع 12 النهار، غدا السبت 17 خونيو، غدا السبت 17 خونيو 2017. موعد اتوتشا الساعه 12، انطلاقة غنطلقوا من مترو اتوتشا، شارع اتوتشا، غنطلقوا مع شارع اتوتشا الى حتى الخاسينتو بينافينتي، ومن خاسينتو بينافينتي الى حتى البورتا ديل سول، مسافة ما كتفوقش كتر. اذا مشينا بخلفة عادية 20 دقيقة غادي نكونوا في بورتا ديل سول. فلهذا التظاهرات غدا ضروري الحضور ديال جميع ابناء الريف، ابناء المغرب، ابناء حرار في جميع المواقع ديال تمزغه وديال العالم كامل، اسبان وغير اسبان، كل الناس اللي بغاو يلتحموا ويلتحقوا بالتظاهره هذا واجب عليهم. والسلام عليكم، الى لايف اخر غادي يكون من بعد العشاء، بعد التراويح بالضبط.